مشاهدينا في كل مكان، صباح الخير والأمل والجمال على حضراتكم. أهلا بكم وحلقة جديدة وبرنامجكم صباح دريم. النهاردة الجمعة 23 ديسمبر 2016 9 صباحا بتوقيت القاهرة. زي كل يوم جمعة معودنا حضراتكم بنناقش قضية أو مشكلة اجتماعية، وبقالنا يعني الحقيقة كذا أسبوع بنتكلم في قانون الأسرة وقانون الرؤية تحديدا. دي بتعتبر مشكلة أزلية عند الكثير من المواطنين اللي طبعا بينفصلوا أو بينفصلوا بأي شكل أو بآخر، سواء وديا أو بمحكمة أو بأحكام الاستضافة. قانون الاستضافة اللي تم تشريعه علشان يخدم 7 مليون طفل من ضحايا الطلاق والخلع أو من أبناء الطلاق والخلع. وبينص هذا القانون اللي كنا ماشيين بيه أو لسه ماشيين بيه لغاية دلوقتي، إن لكل من الأبوين الحق في رؤية الطفل 3 ساعات في الأسبوع، وللأجداد مثل ذلك. وعند عدم وجود الأبوين وإذا تعذر تنظيم الرؤية اتفاقا على أن تتم في مكان لا يضر بالصغير أو الصغيرة نفسيا، ولا ينفذ حكم الرؤية قهرا. لكن إذا امتنع من بيده الصغير عن تنفيذ الحكم بغير عذر أنذره القاضي، فإن تكرر منه ذلك جاز للقاضي بحكم واجب النفاذ نقل الحضانة مؤقتا إلى من يلي من أصحاب الحق فيها لمدة يقدرها. وهنا بتظهر أصوات الرجال مطالبة بالنظر بعين الرحمة لهذا القانون، لأنه ما بيتمش تنفيذه بالفعل على أرض الواقع. يعني 3 ساعات في الأسبوع يا يروح الطفل يا ما يروحش. أنه طبعا بيقول الأباء أن ده بيؤدي إلى قطع الأرحام وملوش أي أساس شرعي. الرجالة اتهموا محكمة الأسرة بالوقوف إلى جانب المرأة. طيب النهاردة أو من أسبوعين ثلاثة كده أصر مشروع قانون بتعديل قانون الأحوال الشخصية الصادر بالمرسوم رقم 25 لسنة 29 المضاف إليه بالقانون 100 لسنة 85 المقدم من النائبة سهير الحادي و60 نائب تانيين، والذي يقضي بحق الطرف غير الحاضن الأم أو الأب في الاستضافة لطفله فترة من يومين أو 3 أيام كل أسبوع، ده إضافة إلى شهر أجازة آخر السنة. الجدل بقى في الرأي العام المصري كتر جدا حول هذا الموضوع. العديد من المنظمات النسوية اللي وصفت هذه التعديلات بأنها ذكورية بحتة تمارس عنف ضد المرأة، لأن طبعا ما ينفعش الأطفال خصوصا لما بيكونوا في سن صغيرة أن هم يعني يباتوا بعيد عن مامتهم أو يقعدوا بعيد عن مامتهم. طيب لو فرضا ان تم الاتفاق على ده، انا اضمن منين ان الاب ياخد الطفل يومين او 3 ايام في الاسبوع ويرجعه تاني؟ افرض ما رجعهوش هعمل ايه؟ هضطر بقى ان انا اخش في قضايا تاني واعمل مشاكل. عموما هل القانون ده فعلا منصف ولا مش منصف؟ طب بلاش الراجل والست، بلاش الزوج والزوجه، هل هو منصف للاطفال فعلا ولا لا؟ لان احنا خلاص يعني وصلنا لمرحله ان احنا في موضوع الطلاق او موضوع الانفصال ده بدور على مصلحه الطفل، مش بدور على يعني تصرفات كيدية أو انتقامية أنتقم بيها من الطرف الثاني سواء الزوج أو الزوجة. طيب إحنا حقيقة هنناقش الموضوع ده مع ضيوفنا اللي هيكونوا معانا بعد فقرتنا الإخبارية مباشرة، النائبة سحر عتمان عضو مجلس النواب، وأيضا الناشطة النسائية جانات عبد العليم، علشان نعرف طبعا تفاصيل الموضوع ده ونستمع إلى الرأي والرأي الآخر، بالإضافة طبعا إلى آراء حضراتكم اللي تهمنا جدا إن احنا نستمع ليها، أو لو في حد عنده أي مشكلة في هذا الموضوع يا ريت يكلمنا على أرقام تليفوناتنا اللي قدام حضراتكم على الشاشة أو SMS على 9 11 70، صفحتنا كمان على الفيسبوك صباح دريم بالعربي أو بالإنجلش، تقدروا تتواصلوا معنا بأي طريقة. وتعالوا بقى نشوف أخبارنا إيه هذا الصباح. أول خبر معانا، السيسي يشهد افتتاح أعمال التطوير بالمجمع الطبي للقوات المسلحة. شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي صباح أمس الخميس افتتاح أعمال التطوير والتحديث بالمجمع الطبي للقوات المسلحة بكوبري القبة، وحضر مراسم الافتتاح مع السيد الرئيس كل من المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء والفريق صدقي صبحي وزير الدفاع، دكتور أحمد عماد الدين راضي وزير الصحة. نشرت القناة الرسمية لوزارة الدفاع على موقع يوتيوب أمس فيديو عن افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة المرحلة الرابعة لأعمال التطوير والتحديث بالمجمع الطبي للقوات المسلحة بكوبري القبة، والتي تضم الأسبقية الثانية لإنشاء مستشفى القلب التخصصي وإنشاء مستشفى الاستقبال والطوارئ والحوادث
ورفع كفاءة وتطوير مستشفى الباطنة وكمان مبنى العيادات الخارجية والمراكز التخصصية وعدد من المنشآت والمباني الإدارية والخدمات بالمجمع الطبي. السيسي يوجه بالإسراع في تنفيذ المناطق والمجمعات الصناعية. أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أهمية الإسراع في الانتهاء من تنفيذ المناطق والمجمعات الصناعية وفقا لأفضل المعايير المعمول بها وفي إطار البرنامج الزمني المقرر لها. شدد الرئيس أيضا على ضرورة منح كافة التراخيص اللازمة لتشغيل المنشآت الصناعية للمستثمر وقت التسليم، وأيضا بحيث يبدأ نشاط الإنتاجي للمصانع من غير أي تخاذل أو إبطاء، وذلك طبعا بالنظر لما ستوفره تلك المشروعات من دفعة قوية جدا للتنمية الصناعية في مصر وتوفير فرص عمل جديدة. الكلام ده كان في الاجتماع اللي عقده الرئيس امبارح الخميس، وحضره المهندس طارق قبيل وزير التجارة والصناعة، وصرح السفير علاء يوسف المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن المهندس طارق قبيل عرض خلال الاجتماع تطورات تنفيذ تكلفات الرئيس السيسي بإنشاء التجمعات والمناطق الصناعية، وكذلك الموقف حاليا بالنسبة للخريطة الاستثمارية الصناعية في مصر، حيث أشار الوزير إلى أنه بانتهاء هذا العام سيكون قد تم طرح 13.5 مليون متر مربع أراضي للمناطق الصناعية مقارنة ب 2.5 مليون متر مربع سنة 2015، بما في ذلك طرح 5 مليون متر مربع أراضي صناعية في مدينة العاشر من رمضان يوم 23 ديسمبر الجاري، يعني النهاردة المفروض. طيب، قرار جمهوري بنزع ملكية 50 فدان لاستكمال كوبري طما على النيل. أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي القرار الجمهوري رقم 567 لسنة 2016 والمتضمن نزع ملكية 50 فدان في نطاق محافظتي أسيوط وسوهاج لاستكمال الأراضي اللازمة لمحور كوبري طما على النيل. قال جلال السعيد وزير النقل أن محور كوبري طما يبلغ طوله 20 كيلومتر وبيتضمن كوبري النيل وكوبري السكة الحديد وأربع كباري رئيسية وثمان كباري أعلى الترع والمصارف و18 نفق بيخدموا كلهم محافظتي سوهاج وأسيوط. أضاف الوزير أيضا عقب اجتماعه مع محافظ أسيوط ياسر الدسوقي أن نسبة التنفيذ الحالية للكباري أعلى النيل والسكة الحديد والطرق طريق الزراعي بلغت 90%، ونوه إلى أن الأراضي الجديدة المنزوع ملكيتها هتسمح بامتداد المحور اللي بيضم هذه الكباري ليصل طوله إلى 20 كيلومتر ويربط الطريقين الصحراوي الغربي والشرقي لخدمة المحافظتين. وتعالوا نروح لخبر مهم. إبراهيم محلب يتفقد الكوبري العائم ببورسعيد. كشف مصدر بهيئة قناة السويس أمس الخميس أن المهندس إبراهيم محلب مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية قام بجولة تفقدية لمتابعة سير العمل بمشروع الكوبري العائم بين مدينتي بورسعيد وبور فؤاد، وذلك للوقوف على آخر التطورات بها وإنهاء الأعمال بها استعدادا لافتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي لهما. أضاف المصدر أيضا أن اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد وقيادات قطاع القناة وسيناء بشركة المقاولين العرب برئاسة المهندس مبارك منصور مدير الفرع استقبلوا المهندس إبراهيم محلب وقاموا بجولة تفقدية برفقته بمشروع الكوبري العائم. طيب تعالوا بقى يعني هقول لكم بيان من مجلس الوزراء بشأن الحالة الصحية المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء. البيان نصه كالآتي: قال المكتب الإعلامي التابع لمجلس الوزراء أمس الخميس أن المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء كان قد تعرض لحالة إجهاد أثناء حضوره افتتاح المرحلة الرابعة من أعمال تطوير المجمع الطبي للقوات المسلحة بكوبري القبة. وأوضح المكتب الإعلامي لمجلس الوزراء في بيان له أن المهندس شريف إسماعيل عاد بعد ذلك لمقر الوزارة في الهيئة العامة للاستثمار، حيث وصل جدول أعماله اليومي والذي شمل اجتماع للجنة الوزارية للعدالة الاجتماعية لاستعراض تقرير شامل حول تنقية وتحديث قواعد بيانات منظومة بطاقات التموين. قال البيان أيضا أن رئيس الوزراء التقى مع محافظ أسوان الذي عرض تقريرا حول معدلات تنفيذ المشروعات الخدمية والتنموية بالمحافظة،
حيث عرض المحافظ تقريرا آخر بشأن المشروعات المقرر افتتاحها في يناير المقبل، وعددها 44 مشروع في مدينة أسوان الجديدة وحي الصداقة ونصر النوبة وكومومبو ودراو وإدفو، إلى جانب افتتاح مستشفى أسوان العام بعد الانتهاء من أعمال تطويرها، وكذلك افتتاح مستشفى نصر النوبة، بالإضافة إلى افتتاح محطتي صرف كيما 1 و2 الفرع الجديد لجامعة أسوان. ده كان البيان الصادر من مجلس الوزراء بشأن ما تم أمس، وبشأن أيضا الحالة الصحية المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، وهو الآن في حالة صحية جيدة. طيب نروح للحكومة، والحكومة تناقش منح علاوة 10% للعاملين غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية. وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي الحكومة باتخاذ الإجراءات اللازمة لإصدار قانون لمنح العلاوة الخاصة للعاملين غير الخاضعين لقانون الخدمة المدنية من أصحاب الكادرات الخاصة والفئات الأخرى التي لا تخضع لقانون الخدمة المدنية ولم تحصل على علاوة 7% اللي تم صرفها بدءا من شهر نوفمبر اللي فات بأثر رجعي اعتبارا من 1/7/2016. صرح المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء إن الحكومة هتناقش في اجتماع مجلس الوزراء المقبل مشروع قانون لمنح العلاوة، وهيكون قدرها 10% لغير الخاضعين لقانون الخدمة المدنية، ده تمهيدا لعرضه على مجلس النواب لإصدار قانون خاص بتلك العلاوة. من جانبه أوضح أيضا وزير المالية في تقريره لرئيس مجلس الوزراء أن علاوة غير الخاضعين لقانون الخدمة المدنية هيستفيد منها 3 مليون من العاملين بالدولة، على أن تصرف بأثر رجعي من 1/7/2017، وتكلفتها هتقدر ب 2.5 مليار جنيه مصري. وتصريح لرئيس الوزراء الحكومة تناقش قانون الاستثمار الجديد بصورته النهائية يوم الأحد. قال المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء في تصريحات صحفية أمس الخميس أن اجتماع مجلس الوزراء الحد اللي جاي هيناقش قانون الاستثمار الجديد بصياغته النهائية، ده تمهيدا للموافقة عليه. والحكومة قالت أن هي هتعمل حصر شامل للمستفيدين من بطاقة التموين خلال أيام، وكان ده كان أعلن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء، أنه في ضوء ما تردد من أنباء تنفيذ تفيد بحذف وزارة التموين 10 مليون مواطن من منظومة الدعم على بطاقات التموين، بتواصل حاليا وإن هي تواصلوا مع المركز مع وزارة التموين والتجارة الداخلية اللي نفت صحة تلك الأنباء تماما. تصريح آخر للحكومة لوزارة الصحة، تعالوا نروح لوزارة الصحة، ووزارة الصحة تنفي شائعات وجود ألبان أطفال منتهية الصلاحية. كان في شائعات حول موضوع إن كان في ألبان أطفال، بيقولوا إن في ناس اشترت ألبان أطفال وكانت صلاحيتها منتهية. مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء قال إنه في ضوء ما تردد من أنباء حول تداول علب ألبان مدعمة منتهية الصلاحية وكذلك وجود عبوات مخزنة منتهية الصلاحية، تواصل المركز الحقيقة مع وزارة الصحة والسكان وأكدت أن الأنباء دي غير صحيحة وغير دقيقة، وضحت أن ما أثير حول وجود علب ألبان منتهية الصلاحية من مارس وإبريل اللي فاتوا مش صحيح، لأن النسبة دي اتصرفت في وقتها بالفعل، لافتا إلى أن أقرب فترة لانتهاء صلاحية الألبان المدعمة في سبتمبر اللي جاي سبتمبر 2017، أي أن الصلاحية لسه قدامها 9 شهور تانية. الوزارة أضافت إلى أنه بناء على هذا البيان الصادر من الشركة المصرية للأدوية بتاريخ 20 ديسمبر 2016، يعني كميات الألبان المدعمة للأطفال عمر أقل من 6 شهور واللي بتتراوح صلاحيتها من سبتمبر 2017 إلى يناير 2018 حوالي 2,498,000 علبة، مع العلم أن الاستهلاك الشهري هو 850,000 علبة وقبل الزيادة طبعا، إضافة إلى الحفاظ على احتياطي استراتيجي لمدة 3 شهور. فيما يتعلق بقى بكمية الألبان المدعمة للأطفال فوق ال6 شهور اللي بتتراوح صلاحياتها من سبتمبر 2017 لغاية يناير 2018 حوالي 1,970,000 علبة، وإن الاستهلاك الشهري 300,000 علبة قابلة للزيادة أيضا، ده بالإضافة إلى الحفاظ على الرصيد الاستراتيجي لمدة 3 شهور. الوزارة أشارت إلى أن علبة لبن الأطفال المدعمة سعرها 5 جنيه للعبوة بتاعت الأطفال اللي هم أقل من 6 شهور، أما بالنسبة للأكثر من 6 شهور ب26 جنيه، ده في وحدات الرعاية الصحية الأساسية. ووضحت أن في 1008 منافذ موزعة
تلك الألبان في أنحاء الجمهورية. تعالوا بقى نروح من وزارة الصحة لوزارة التضامن، وفي مليون، ده تصريح لوزارة التضامن، 1,200,000 أسرة مستفيدين من برنامج تكافل وكرامة. كشفت نيفين القباج مساعد أول وزير التضامن للحماية الاجتماعية أن برنامج تكافل وكرامة، كنا اتكلمنا عن تفاصيله قبل كده في كذا حلقة، وصل إلى تغطية أكثر من 1,200,000 أسرة في مصر. ده تم إدراجها كأسر مستحقة لهذا البرنامج. الكلام ده كان وفقا لإحصائية شهر ديسمبر الجاري، والأسر حاليا بتقوم بتسليم بطاقات الصرف المميكنة لصرف الدعم النقدي المشروط من كافة مكاتب البريد على مستوى الجمهورية، عددها 3,800 مكتب. أضافت نيفين قباج أيضا أن قيمة المبالغ المدفوعة وصلت لغاية دلوقتي إلى 4,614,858,000 جنيه. تم صرف هذه المبالغ في 106 مركز من المراكز الأكثر فقرا، بإجمالي 1,800 قرية على امتداد 19 محافظة في جمهورية مصر العربية. لافتا إلى أن تم التوسع في البرنامج خلال الشهر اللي فات علشان يبقى 227 مركز و 3,800 قرية في كافة أنحاء الجمهورية بالوجه القبلي والبحري وكمان في المحافظات الحدودية. ومن وزارة التضامن نروح لوزارة البترول. تصريح بقى الوزير البترول، نسعى الاتفاق مع العراق على استيراد الخام بالربع الأول من 2017. صرح وزير البترول طارق الملا امبارح الخميس ان بلاده تسعى للتوصل الى اتفاق مع العراق على استيراد الخام منه مباشره خلال الربع الاول من 2017. واضاف على هامش مؤتمر منظمه الاقطار العربيه المصدره للبترول اوباك المنعقده بالقاهره ان كميات المستهدف استيرادها من العراق بتتراوح من مليون ل 2 مليون برميل شهريا. وتوقفت ارامكو، طبعا احنا عارفين القصه بتاعت ارامكو اللي توقفت اكبر شركه نفط في العالم عن امداد مصر بالمواد البتروليه من اكتوبر اللي فات، رغم وجود تعاقد بيلزم الشركه السعوديه ارامكو بالتوريد لمده 5 سنين. يعني احنا دافعين ثمن البترول ده. السعوديه كانت وافقت على امداد مصر بمنتجات بتروليه مكرره بواقع 700,000 طن كل شهر لمده 5 سنين بموجب اتفاق قيمته 23 مليار دولار بين ارامكو والهيئه المصريه العامه للبترول. الكلام ده جرى توقيعه خلال زياره رسميه للعاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز لمصر هذا العام. نروح بقى لوزاره الداخليه وتصريح لوزير الداخليه قبل الكريسماس، نتعامل مع بحسم مع اي محاولات للنيل من الوطن. قال السيد اللواء مجدي عبد الغفار وزير الداخلية إن الوزارة لن تتوانى عن التعامل بمنتهى الحسم مع أي محاولات تترصد بمقدرات الوطن وأمنه، وبتسعى لتعكير استقرار الوطن والمواطنين وتقويض مسيرة التنمية والإنماء، لا سيما في ضوء ما حققته الأجهزة الأمنية من ضربات إجهاضية ناجحة خلال الفترة اللي فاتت. أكد أيضا وزير الداخلية إن رجال الشرطة والقوات المسلحة هيواصلوا العمل على مواجهة تلك الأعمال الخسيسة بدعم من الشعب المصري العظيم اللي المفروض يبلغ على اي حاجه يشك فيها. وزير الداخليه قال ايضا خلال الاجتماع اللي كان فيه مساعدي والقياده الامنيه في اطار متابعه تنفيذ خطه الوزاره واجراءاتها اللامكثفه لتامين المواطنين والمنشات الهامه والحيويه ومراجعه خطط الانتشار وجميع التدابير التامينيه خلال احتفالات اعياد الميلاد وراس السنه الميلاديه، مفيش اي مساحه للتهاون او التراخي وغير مسموح بالممارسات غير المسؤوله من قبل البعض، وان جهاز الشرطه يجب ان يكون نموذجا يحتذى به في الانضباط والالتزام، وشدد على ضروره التوازن بين تنفيذ قانون بحسم واحترام حقوق الانسان وحرياته من منطلق حرص جهاز الشرطه بالحفاظ على ثقه المواطن ودعمها. طيب نروح بقى للتعليم. الشربيني يمد تحويلات الطلاب من المدارس التجريبيه الى العربيه 15 لحد 15 يناير. دكتور الهلالي الشربيني وزير التربيه والتعليم والتعليم الفني قال ان هو وافق على الاستثناء من شرط موعد التحويلات للصف
ثالثه ثانوي. واصدر الحقيقه دكتور رضا حجازي رئيس قطاع التعليم العام خطاب لكل المديريات التعليميه بالتنبيه بالاسراع وتسهيل اجراءات تحويل الطلاب المقيدين بالصف الثالث الثانوي في المدارس الثانويه الرسميه اللغات اللي هم عايزين يؤدوا الامتحانات باللغه العربيه الى اقرب مدرسه ثانويه عامه بتدرس باللغه العربيه علشان يقدروا ان هم يؤدوا الامتحانات فيها في موعد اقصاء يوم الاحد 15 يناير اللي جاي. ده كان خبرنا عن التعليم. نروح بقى للزراعة. الزراعة بتعيد العمل باللجان القضائية لمنتفعي الإصلاح الزراعي. قرر الدكتور عصام فايد وزير الزراعة تشكيل اللجان القضائية المختصة بفحص ملكية الأراضي المستولى عليها والإقرارات المقدمة من الملاك والفصل في المنازعات الخاصة بتوزيع الأراضي المستولى عليها على المنتفعين. أشار فايد أيضا في بيان له إلى أهمية عودة هذه اللجان للعمل بعد توقف دام 5 سنين من 25 يناير 2011 رغم أن هي مهمة جدا لمنتفعي الإصلاح الزراعي لأن مش ممكن أبدا اللجوء إلى المحكمة إلا بعد ما يرجعوا إلى اللجان دي. ولفت إلى أن هناك طعون بترجع إلى سبعينيات القرن الماضي لم يتم الفصل فيها لحد دلوقتي. طيب آخر خبر معانا في أخبارنا المحلية. مصر تطلب تأجيل التصويت على مشروع قرار وقف الاستيطان الإسرائيلي. أجل مجلس الأمن الدولي أمس الخميس التصويت على مشروع قرار يطالب إسرائيل بوقف نشاطها أو نشاطاتها الاستيطانية على الأراضي الفلسطينية المحتلة والقدس الشرقية. ده بحسب دبلوماسيين اللي قالوا برضو أن مصر طلبت التأجيل لإتاحة الوقت لإجراء مشاورات حول مشروع القرار من غير تحديد ميعاد أو ميعاد جديد للتصويت عليه. فيما دعا الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب الولايات المتحدة إلى استخدام حق النقد ضد مشروع قرار مصري هيعرض على التصويت في مجلس الأمن وهيدعو إسرائيل إلى وقف أنشطة الاستيطان فورا إلى الأراضي الفلسطينية والقدس الشرقية المحتلة. دونالد ترامب قال في بيان ليه بما أن الولايات المتحدة بقالها فترة طويلة بتقول بأن السلام بين إسرائيل وفلسطين مش ممكن أن هو يتوجد إلا عبر مفاوضات مباشرة بين الطرفين مش عبر شروط تفرضها الأمم المتحدة، يبقى لازم نستخدم النقد حق النقد اللي هو الفيتو ضد مشروع القرار اللي بينظر فيه مجلس الأمن حتى الآن. نروح بقى لأخبارنا العالمية. وروسيا تودع سفيرها لدى تركيا في مراسم تأبين مهيبة. قامت روسيا بمراسم تأبين مهيبة امبارح الخميس لأندري كارلوف سفير البلاد لدى تركيا والذي تم اغتياله في أنقرة الاثنين الماضي وقتله رجل صاح طبعا زي ما شفنا لا تنسوا حلب. وصفت روسيا الحقيقة وتركيا حادث الاغتيال بأنه محاولة فاشلة لتعطيل التقارب بين موسكو وأنقرة الذي شهد تعاون وثيق بين البلدين بشأن سوريا حيث تدعمان أطراف متحاربة في هذا الصراع. تجمع دبلوماسيين كتير وأفراد من عائلة السفير الراحل في مقر وزارة الخارجية الروسية بواسطة موسكو لوداع كارلوف اللي توفي عن عمر يناهز 62 سنة. أظهرت لقطات تلفزيونية زي ما احنا كده شايفين جثمان كارلوف في نعش مفتوح ببهو المبنى المكسو بالرخام يحيط حرس الشرف بينما اتجه نحو المشيعون ومن بينهم الرئيس فلاديمير بوتين ووزير الخارجية سيرجي لافروف لوضع الزهور. سيرجي لافروف صرح أن كارلوف قتل أثناء أداء واجبه وكان ضحية عمل إرهابي خسيس. وجلس بوتين إلى جوار نعش السفير لبورها وتحدث إلى أرملة كارلوف. كارلوف دبلوماسي تلقى تدريبه في الحقبة السوفيتية وعمل في كوريا الشمالية وكوريا الجنوبية في تسعينيات القرن الماضي والعقد الأول من الألفية الجديدة تم إفاده إلى تركيا سنة 2013. السلطات التركية قالت أن المهاجم اللي قتل كارلوف يدعى مولود ميرد التنتاش عنده 22 سنة وكان بيشتغل في شرطة مكافحة الشغب بأنقرة. وحمل الحقيقة حمل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان شبكة رجل الدين فتح الله كولين مسؤولية اغتيال السفير الروسي وهو ما ينفيه كولين تماما لكن الكريملين قال ان من السابق لأوانه تحديد الجهة التي تقف وراء هذا الهجوم يعني على مهلكه في التحقيقات. وروسيا الحقيقة حاليا ارسلت فريق من المحققين لتركيا علشان يساعدوا تركيا في التحقيق. هنشوف بقى بعد كده مين اللي هيتحمل هذه المسؤولية لان الشاب اللي قتله واحد يعني مرتزق وخلاص وهم صفوه.
نروح بقى لبن هادجز. بن هادجز قائد الجيش الامريكي قال تصريح عن روسيا ان هي بتستخدم سوريا كحقل للتدريب بالذخيره الحيه. وجه قائد الجيش الامريكي في اوروبا اتهاما الى روسيا باستخدام حملاتها العسكريه في روسيا كفرصه للتدريب بالذخيره الحيه. وقال جنرال بن هادجز استخفاف روسيا بالضحايا المدنيين مش سلوك دوله ابدا عايزه تتلقى معامله قوه عظمى على اساس ان هي ما كانتش قوه عظمى قبل كده. يعني بتاتي هذه التصريحات بالتزامن مع اعلان وزاره الدفاع الروسيه امبارح الخميس ان قواتها الجويه قتلت 35 ألف مقاتل في سوريا. وبتواجه روسيا حاليا اتهامات باستخدام اسلحه ثقيله في مناطق بيسكنها مدنيون. وساعد التدخل الجوي الروسي اللي بدا بقاله سنه او بدا السنه اللي فاتت قوات الحكومه السوريه على استعاده السيطره على احياء بشرق مدينه حلب من مسلحي المعارضه. أدى التدخل كذلك إلى زيادة التوتر مع الغرب إذ أنه جاء في أعقاب ضم روسيا لشبه جزيرة القرم من أوكرانيا في مارس 2014 طبعا زي ما تابعنا. وزير الدفاع الروسي سيرجي شويجو قال إن قواته اختبرت 162 نوع من الأسلحة الحديثة خلال الحملة في سوريا اللي شملت 18800 طلعة جوية. وقال جنرال بن هودجز في تصريحات صحفية إن إحنا اللي بنشوفه دلوقتي في سوريا هو بالتأكيد استعراض للقدرات واستخدام لأسلحة غير ضرورية، هو شايف كده أو خلينا نقول أمريكا شايفة كده. وشدد أيضا هودجز على إن الولايات المتحدة ماضية قدما حاليا في خطط لتعزيز وجودها العسكري في أوروبا، وذلك بالرغم من إن الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب معروف برغبته في علاقات أفضل مع موسكو. هادجز كمان قال تصريح انه كل المؤشرات بتظهر ان هم هيستمروا في هذا الالتزام. واثناء اخر اجتماعات وزاره الدفاع الروسيه في 2016 ابدى الرئيس فلاديمير بوتين تفاؤله بشان قوه جيش بلده وقال انا حاليا اقوى من اي معتدي محتمل. ما حددش مين هذا المعتدي لكنه اضاف ان روسيا عليها تقويه الامكانيات العسكريه للقوات النوويه الاستراتيجيه خصوصا بمجمعات صاروخيه يمكن الاعتماد عليها في اختراق اي انظمه دفاعيه صاروخيه قائمه او مستقبليه. ده يعني يبقى احنا كده نتوقع ان احنا نسمع تصريحات مشابهه من الجهه الامريكيه للجهه الروسيه طول ما روسيا يعني ماشيه في هذا الطريق. ده كان اخر خبر معانا مشاهدينا في فقرتنا الإخبارية. قبل ما نروح بقى لفقرتنا الرئيسية هنشوف دلوقتي فيديو لطيف جدا جبناه لكم ونبدأ بيه كده يومنا. في فيديو فيه طفل صغنن جميل جدا بيعزف درامز بس بحرفية شديدة جدا. تعالوا نشوف الفيديو ونرجع لكم مرة تانية. Thank you.
سنه لا يتعدى تقريبا 3 سنين او 4 سنين بالكتير قوي، بس يعني ما شاء الله موهوب. طيب ده كان الفيديو اللي معانا النهارده، اخترناه لكم من على اليوتيوب. قبل بقى ما نروح لفقرتنا برضو الرئيسيه، هنروح نشوف دلوقتي احتفال برنامج صباح دريم بالنجم جورج وسوف اللي بنهنيه النهارده عيد ميلاده، بنقول له كل سنه وانت طيب ودايما بتمتعنا بفنك. جورج وسوف واحتفال صباح دريم بيه، ابقوا معانا. كلام الناس ملامة وغيرة مسطرة، سبت الدنيا تاخدني وبعدتك عن حضني، بس رجعت بقولها اياك تاني تسير عن حبك اتوب 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 عن حبك اتوب توبة. سلطان الطرب جورج وسوف الذي أتم اليوم عامه 55 صانعا فيهم بخامة صوته المميزة فنا منذ الصبا، مغني سوري ولد في قرية كفرون بسوريا، بدأ مسيرته الفنية بغناء المواويل التي نشأ وتربى على سماعها في بيت والده، وكانت صدفة عندما كان يغني موالا في حفلة مدرسية فسمعه فيها بائع شرائط كاسيت وشعر بموهبته المبكرة فقام بالتعرف عليه وسجل الموال ونشره، ومن هنا انتشر صوت وسوف وعرفه الجمهور. انتشر بعدها أكثر فأكثر بفضل أغانيه الخاصة مثل الحبايب، دقيت على الأبواب، وحلف القمر. جذب صوته الجمهور وكبار الفنانين بلبنان، ازدادت شهرته عندما تعامل مع كبار الملحنين مثل سيد مكاوي وشاكر الموجي وبليغ حمدي، فأنتج أغاني تعلق بها الجمهور منها بتعاتبني على كلمة، ودقيت على الأبواب، وطبيب جراح، وسلف ودين. ناري ولهف قلبي ديري وصهري وحبي، حدك راحي وألمي وأسفي وندمي، سلفوني أيامي وأحلامي أشواقي وغرامي، حتى سكوتي كلامي أعطي ألامي، سلفوني ناري ولهفة قلبي يا قلبي. الوسوف أهدى في سنين عمله ومنذ صغره أكثر من 30 ألبوما ومئات الأغاني ومئات المواويل، وقدم حفلات كثيرة في سوريا ومختلف أنحاء العالم، منها جرحونا، لو نويت، اوعدني، وغلابة. غنى للحب كثيرا وجعل للكلمات بصوته لحنا وموسيقى عبر فيها عن قلوب الكثيرين، أمير الجراح الذي داوى بأغنياته الجرح والهوى، أبو وديع، سلطان الأغنية الطربية، كل عام وأنت وفنك حاضرين. أنا حاسس أنا شايف أنا فارس ومش خايف، بحبك ماما قالوا الناس ورافع في أواك قانون الطفل والرؤية.
قنبلة أطلقتها النائبة سهير الحادي منذ أيام. فمنذ أن طرحت هذه الفكرة وانتشر الجدل بين الجميع، بين مؤيد ومعارض للقانون، فمن الآباء والأجداد من يصرخ على فقدان حفيدهم وسط استغلال وتعنت الأمهات بقسوة، راغبين في استغلال الطفل كورقة ضغط للانتقام من أزواجهم. كل اللي حاصل دلوقتي والقوانين دي اللي كانت محطوطة ديت بتطبقها هو قطع صلة أرحام أطفالنا بينا. القانون الحالي ظالم جدا وبيحرم الأب من كل شيء، بيحرم العمة، بيحرم العم، بيحرم الجدة، بيحرم الجد. عار على مصر ان يكون فيها قانون بهذا الجور، عار على مصر ان يكون فيها قانون بهذا الظلم، عار على مصر ان يكون فيها قانون معمول من سنة 29 ما تعدلش حد النهاردة. ما فيش لينا كرجالة في مصر اي حقوق. الدول احنا اللي بنتكلم عليهم برا سواء دول اوروبية او حتى دول عربية بيطبقوا قوانين كتيرة جدا لصالح الطفل، القوانين دي مش موجودة عندنا في مصر. القانون ما تعدلش من فترة كبيرة جدا. انا بطالب الرحمة من عند ربنا، ارحمونا، يرحمكم ربنا، والبنت بتحبنا واحنا بنحبها، وهي روح ابوها وعين ابوها وروحنا من جوه، وكانت بتعشقنا وبنعشقها، ما كانتش بتحب تخرج من البيت. كان باباها يقول لها يلا يا حبيبتي، تقول له طب شويه كمان يا بابي، شويه كمان يا بابي. نفسي اشوف بنت اخويا، بقالي كتير جدا ما شفتهاش. انا مربياها من وهي صغيره خالص، من وهي 11 يوم كانت معايا في حضني. نفسي ارجع اشوفها تاني، نفسي ارجع اخرج بيها تاني. نفسي يبقى فيه اعلان قانون الاستضافه عشان تيجي تقعد في حضني يومين. لو كانت الام رافضه الاب دي مش مشكلة الطفل، الطفل من حقه ان هو يعيش في بيئة سوية، يعيش في بيئة كويسة. ولكن في مشهد آخر تظهر المرأة المصرية قليلة الحيلة، ليس لها دخل غير نفقة الزوج، فيسمح له هذا القانون بأن يزيد الضغط عليها سواء على المستوى المادي أو المعنوي. أنا رافضة تماما قانون الاستضافة، ولو اتعمل هيبقى فعلا على جثتنا. أنا طليقي خطف ابني وإحنا بننفذ الرؤية، فاستحالة أن أنا يعني أطلب أن يبقى فيه استضافة وفي الآخر عشان ابني يتاخد مني ويسافر بيه برا مصر ولا حتى جوه مصر، وفي الحالتين مش هعرف أجيب. أنتوا لو بتعملوا قانون أكيد مش هتعملوا قانون عشان خاطر نعاقب بيه أطفالنا. أنا رافضة قانون الاستضافة ده تماما. مبدئيا مفيش ضمان أن الأب لو خد الولد أو البنت يرجعهم، لأن في حالات خطف كتير جدا بتحصل والاب بيختفي بالاولاد ولحد دلوقتي مش عارفين يلاقوهم. يعني في امهات بقى لها سنتين وبقى لها 5 سنين وعشر سنين مش شايفه اولادها لحد دلوقتي، فاديني ضمان ان الولاد دول لو اتخطفوا يرجعوا. وما تقوليليش منع سفر، منع سفر ده احنا بيتخطف ولادنا جوه البلد وممكن تبقى في نفس المحافظه ومش عارفه تلاقيهم. لا، هو كقانون مرفوض لسبب واحد، ان ما فيش ام هتقدر تبعد عن ابنها، واحنا كشرع ما ينفعش الابن يبعد بعيد عن حضن امه. ماشي يا فندم. ومفيش مرات اب هتبقى حنين على ابنها، على ابن واحده غيرها يعني. فحضرتك الموضوع دوت يعني مستبعد خالص. فاحنا مش هنامن ان ولادنا حد يستضيفهم علشان يرجعوا لنا، مش هيرجعوا لنا تاني، هيتخطفوا. وفي حالات خطف كتير اصلا من الرؤيه. مفيش قانون في الدنيا يقول ان الطفل يتاخد من امه عشان يروح لحضن مرات ابوه. 9 ملايين طفل يترقبون مصائرهم، حائرين بين حنان الام وسند الاب، واقفين على أبواب المحاكم كاتمين خوفهم، طالبين الرحمة بصوت مكتوم. آية إيهاب، صباح دريم. شكرا للزميلة آية إيهاب على هذا التقرير. احنا مش اول مرة نتكلم في الموضوع ده ومش اخر مرة هنتكلم فيه، عشان المشكلة لسه ما تحلتش لغاية دلوقتي. لما 2 بيقرروا ان هما ينفصلوا بيحصل مشاكل اكبر من قصة ان هما مش عايزين يعيشوا مع بعض، بيبتدوا ينتقموا من بعض لو مفيش اولاد، وبيبتدوا ينتقموا من بعض اكتر لو في اولاد، ان كل واحد بيحاول، كل طرف بيحاول ان هو يضغط على التاني علشان عن طريق الاولاد علشان ينفذ المطالب بتاعته، سواء المطالب بتاعته دي كانت الرجوع اللي ممكن يكون مرفوض من طرف سواء الراجل او الست، او تكون مطالب ماديه بيضغط بيها طرف على الاخر. يعني ليه حاصر الكلام ده؟ هنعرفه طبعا على مدار حلقتنا. القانون، هل هو القانون ده المقدم او مشروع قانون المقدم دلوقتي بموضوع الاستضافه اللي رافضاه وستات كتير رافضينه ونعذرهم لان هم خايفين، يعني كذا واحده ذكرت كلمه خطف مثلا،
هل ده منصف للستات ولا منصف للرجاله ولا مش منصف للاثنين ومنصف للاطفال؟ في صالح مين القانون ده؟ وهل لو اتنفذ هنعرف احنا بقى نطبقه بعقلانيه؟ علشان ده احنا في الاخر بنتعامل مع اطفال، والاطفال دول ولادنا مش جايبينهم من حته بره. نعرف طبعا تفاصيل الموضوع ده مع ضيوفنا اللي منورينا في الاستوديو، دكتوره سحر عثمان عضو مجلس النواب، اهلا بيكي. اهلا وسهلا. برحب ايضا باستاذه جنات عبد العليم الباحثه ومدير مركز مساواه للتدريب والاستشارات، اهلا بيكي استاذه جنات. اهلا بيكي. قبل ما نبتدي بس في الموضوع، انا عايزه اعرف اراء حضراتكم في يعني الكلام او الاراء اللي قالوها الساده المواطنين سواء رجاله او ستات. اتفضلي دكتور. بالنسبه لمجلس النواب، احنا النهارده جهه تشريعيه ورقابيه وبنعامل مع مجتمع 2016 او يعتبر 2017. كل سنه وانتم طيبين، عام جديد جاي علينا. فالنهارده هل ثقافه المجتمع، هل عادات وتقاليد المجتمع، هل الظروف الاجتماعية اللي بيعيشها المجتمع النهاردة هي نفس الظروف الاجتماعية اللي كانت سنة 29؟ ده سؤال. السؤال الثاني، هل التشريعات اللي أبرمت عام 29 لقانون الأحوال الشخصية اللي بيعالج المشاكل الأسرية اللي بين الأب والأم وبيعالج النقص الاجتماعي اللي بيحصل، هل نفس المشكلات الاجتماعية اللي كانت 29 هي نفسها ل 2017؟ يجب أن نسأل أنفسنا أسئلة كثيرة قبل أن نبدأ في الموضوع. النهاردة أنا في التقرير، التقرير طبعا ممتاز لأنه يعني أحدث نقاط سريعة عن الموضوع. أنا عندي 9 مليون طفل تقريبا، أعداد دي أعداد تقريبية. تسعة مليون سبعة. لا 9 مليون طفل. لا دي أعداد تقريبية. لأن هو طفل في أسرة مفككة، منفصل الأم عن الأب. عندي 87% من القضايا قضايا نفقة، إن الزوجة لا تستطيع أن تحصل على النفقة من الزوج. عندي 5% قضايا رؤية. لما أنا يعني إيه 87% قضايا نفقة؟ يعني موضوع انتقام، تحاول الانتقام مش تحاول لأي حاجة تانية. أنا النهاردة في مشكلة في الأسرة، في كراهية بين الأب والأم، في انفصال لأسباب متعددة ومتغيرة بتختلف من أسرة لأسرة. الطفل لا يمكن أن يكون هو السلاح الذي يتبرز به الأب والأم. ده رقم واحد. ده ثقافة مجتمع ودي مرفوضة. إن أنا علشان أنا في يوم من الأيام الزوجة دي كانت زوجتي، يبقى أنتقم منها بإن أنا أمنع عنها النفقة، ان انتقم منها ان انا ممكن اخد الطفل واغيبه عنها، ان انا احاربها. ومين ينتصر؟ مين ينتصر على حساب مين؟ احنا النهارده في حرب اسريه داخليه على حساب الطفل. انا النهارده ببني بلد، بقول ان الاطفال النهارده اللي اتولدوا النهارده، ابنائي الاطفال النهارده، هم دول اللي هيبنوا مستقبل بلد، هم دول الكيان المستقبلي للبلد. ازاي يكون عندي 9 مليون طفل في اسره منفصله تحتويها العديد من المشاكل ومنظور لها قضايا؟ تمام. طيب اعرف راي استاذه جنات، اتفضلي. هو التقرير كان ملم وشامل فعلا زي ما قالت سياده النايبه، بس احنا لازم ناخد من كلام الناس يعني اللي اتقال في التقرير. كله بيتكلم على تجارب فرديه، وكله بيتكلم انا عايز اشوف ابن اخويا، انا عايز اشوف يا حفيدي، انا عايز اشوف معرفش. فيش حد اتكلم خالص عن مصلحه الطفل ده هيبقى موجود فين وهيبات فين ومين هيهتم بيه ومين اللي هيحتضنه في فترة الاستضافة اللي هما بيطالبوا بيها. الأمهات نفسها طول الوقت بقى بتتكلم عن الخطف، هيتخطف، هيروح مني، خايفة يتخطف، مش هيبات في حضني. فأنا محور حياتها. فانا عندي طبعا عندهاش حاجه في حياتها غير الطفل. ما هي لان انا عندي قصور في القانون زي ما سياده النايبه اتكلمت. لازم تخاف، دي ام. أيوه. زي ما سياده النايبه اتكلمت، انا عندي قصور في القانون اللي اتعمل سنه 29 انه الام بتمنع من حضانه الطفل ده لو اتجوزت، فهي حرمت نفسها من الجواز، اقتصرت حياتها كلها على تجربه فشلت فيها وبتدفع ثمنها بقيت عمرها مقابل انها تفضل محتضنه على نفسنا ده. بقى باب جواز عرفي وكلام فاضي عشان في حين ان الشرع ما بيمنعش انه الحاضنه تحتفظ بحضانه الطفل لو تزوجت باخر. بس يعني هم بيبقوا قاعد، يعني بيبقى قاعد. دي على فكره شكوى كتير جدا. احنا قاعدين بنمسك لبعض
على الواحدة، على لو ما وريتهوليش ما اعرفش قد ايه مش هتاخدي نفقه، لو ما اعرفش درجاته في المدرسه جرى لها ايه هاخد منك الحضانه. يوم ما الاب بيقرر ينتقم من الام بشكل مبالغ فيه، بينزل الابن من مدرسه بمستوى معين لمدرسه بمستوى اقل. طب هو ماله الطفل؟ لا احنا ما ده احنا عندنا ده في حالات يا استاذه بتوصل بيها الانتقام، انه بستخدم الطفل سلاح من وهو لسه جنين او مولود ليوم واحد، بانه لو حصل الطلاق اثناء فتره الحمل الاب بيمتنع عن تسجيل الطفل. فانا طول الوقت الاب عندي مستخدم سلاح انه ضاغط على الام بفكره الحضانه والحب والرعايه اللي طول الوقت هي مقرره تديه للطفل ده، فبيقرر يستخدم السلاح ده. خليني اقول لك كمان اللي على الجانب الاخر عشان الواحد بس يبقى قال كل المشاكل، يعني ده جانب ان الستات فعلا بتعاني من الموضوع ده. على الجانب الاخر لو حصل بقى العكس، هتلاقي الزوجه بتقول لا الولاد، هتبتدي ان هي تاخد الولاد وما توريهمش لابوهم تاني، في بيحصل حاجات زي كده، تبتدي ان هي تملي عليه شروط معينه علشان يشوف ولاده، تبتدي ان هي تشحن الولاد بافكار معينه عشان يمتنعوا عن الرؤيه اللي هي 3 ساعات في الاسبوع. في الحالة طب انا كده عندي مشكله عند الطفل، سواء ده عمل كده او دي عملت كده. في الحاله دي انا استخدمت فعلا سلاح للحرب، ان انا دلوقتي بنتقم بيت حياتي من التجربه الفاشله اللي انا خضتها، ان هو كان سواء انا بتكلم العداله عمياء، لا ترى ذكر او انثى او مواطن او مواطنه، فيتجد انسان. فالنهارده انا اناني عايز ابني، انا انانيه عايزه ابني كويس، عايزه هو ده السلاح، هو ده الممتلك اللي عندي اللي اقدر ان انا احارب بيه. هل دي كانت ثقافه المجتمع؟ اكيد لا. هل دي كانت يعني عاداتنا وتقاليدنا؟ انا عايزه اشيل بقى فكره ان انا، هل تخلي الاب معلش يعني هو الموضوع احنا عايزين ناخده من اكتر من زاويه، عايزين ناخده من الناحيه التشريعيه، من الناحيه الاجتماعيه، من الناحيه النفسيه، من الناحيه المجتمعيه كويس، لانه له جوانب كثيره. عندما يدرس الموضوع يجب ان يدرس من عدد من الجوانب لكي نكون ملمين به قبل ان نقوم بالتشريع. هو ده اللي انا بتكلم فيه النهارده، ان احنا النهارده هل احنا بنبني مستقبل بلد وبنربي اطفال واجيال لكي تبني بلد متحضره تنهض وتنمي مصرنا الحبيبه؟ اللي بيحصل دلوقتي لا. احنا النهارده بنعيش كلنا زي ما زميلتي تحدثت، ان احنا بنعيش مشاكل فرديه انانيه، كل منا ماذا يريد هو، ولكن ماذا يجب ان نوفره للطفل؟ هرجع لحضراتكم مره اخرى، بس نبتدي بقى نستقبل اتصالات الساده المواطنين. معانا محمد من الدقهليه. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله، اتفضل يا فندم. معاك يا دكتور محمد الحفناوي محامي. اهلا وسهلا يا دكتور، اتفضل. منصوره، ازيك يا استاذه؟ الحمد لله يا فندم، اهلا بيك. تحياتي لضيوفك الكرام. اتفضل. استديو، وانتوا بتتكلموا في موضوع في غايه الاهميه. من حيث هو التقرير اللي ورد حالا تابعته بيتكلم حضرتك عن حالات فرديه. اللي خطف ابنه، اللي ما وراش ابنه لامه، ولكن بالمقابل يا فندم في حالات برضو بتحصل من بعض السيدات، بنلاقي ام خدت ابنها وسافرت، سواء بقرارات مزوره او بورق مضروب. هتقدر تسافر من غير موافقه الزوج؟ فاحنا قدام حاله. طب هنا دكتور محمد، أيوة. في سؤال من سيادة النائبة بتقول لك هي هتقدر توافق من غير موافقة الزوج؟ تسافر. لا، وانا اقصد في سياق الكلام. هو ممكن يكون بيقصد بعد حدوث الطلاق. اتفضل يا دكتور كامل، اتفضل. يبقى الطفل بيسافر يعني بموافقة الاب بعد حدوث الطلاق، يعني بمعنى هو برد على سيادة النائبة. تمام. ساعات بيحصل بدون موافقة بموافقة الوالد بيحصل حاجات برضه مضروبة، بمعنى اوراق، ان ساعات ام بتزور ورق، بتروح لمحكمه ما تزور عنوان، بتفوت على الاب ان يشوف ابنه كما لو كان حصل حكم لرؤيه مثلا، فبتاخد الولد ما بتوريهوش لابوه. وساعات في حاله يا فندم حاله طفل يتيم، فام برضه بتحرم الجد والجده من حقهم في رؤيه حفيدهم، فبتضرب ورق مزور برضه وبتسافر بره البلاد. فكل هذه الحالات لابد ان احنا نراعيها في التقنين الجديد. تمام. ممكن يتحط نصوص عقابيه بتامن الطرفين،
سواء الجدة أو الجدة في حالة الطفل اليتيم أو في حالة الأم برضه بيتحط النصوص عقابية بحيث إن الأب أو الجدة أو الجدة ما يقدروش برضه إنهم إيه؟ إنهم يعربوا الولد أو يخطفوه زي ما خير في التقرير وما إلى ذلك. تمام فن. فإحنا برضه عايزين يكون كل الطرفين كلا الطرفين مؤمنين بنصوص عقابية. ودي طبعا هتطرح من خلال المناقشات عند طرح القانون للمناقشة ممكن نأمن كل الأطراف بنصوص عقابية وما إلى ذلك ويتقنن حالة لليتيم برضه في حالة وفاة والده لأنه مش خاسر على زوج وزوجة طيب أو مطلق ومطلقة. جميل. دكتور محمد هل أنت مع أم ضد الاستضافة؟ لا أنا مع الاستضافة قلبا وقالبا. تمام. حتى بتأدي يا أستاذة مها لصلة أرحام لأن ساعات العم والعمة أولاد العمام بيتحرموا أنهم يشوفهم قريبهم فلازم نراعي الأبعاد اللي هي بتاعت صلة الأرحام. تمام يا فندم. عشان الطفل ينشأ في وسط سوي ويبقى طفل سوي وده البنيان بتاع المجتمع. تمام. وهي دي الأجيال اللي هتقود المجتمع فيما بعد. تمام يا فندم. بشكرك شكرا جزيلا دكتور محمد. معنا محمد من اسكندرية هعلق على كلام دكتور محمد. محمد من اسكندرية ألو. ألو صباح الخير يا فندم. صباح النور أهلا وسهلا اتفضل يا فندم. أهلا بك يا فندم صباح لك وعلى ضيوفك الكرام. صباح الفل اتفضل. أنا أب وليا حالة في حضرتك يعني أنا شايف قانون الاستضافة ده قانون منصف. يعني أنت مع قانون الاستضافة؟ انا فندم انا بقالي سنه ما شفتش ابني عنده سنه وشهرين انا بقالي سنه ما شفتوش. هي ماده في حتى ممنوع ان انا اروح عندهم البيت اشوفه. والدتي لغايه دلوقتي ما شافتش ابني ولا اخواتي شافوا ابني. طب يا فندم هو حصل يعني هو حصل طلاق والام مش بتلتزم بالموضوع ده هل حضرتك ملتزم بالنفقه؟ لسه حضرتك هي حاليا رفع دعوى طلاق. يعني انتوا لسه ما اتطلقتوش؟ لا لسه يا فندم احنا حاليا رفع دعوى طلاق وانا مستني حكم المحكمه طبعا ورفع انا اللي انا اشوف ابني رؤيه طبعا اول جلسه هي ما حضرتهاش ثاني جلسه وانا مستني الثالثه اللي انا اشوفها ايه فحضرتك انا في المحاكم بقالي سنه وابني عنده سنه وشهرين انا ما شفتش ابني من هو عنده شهرين انا ابني كان في الحضانه اول ما اتولد جبته رحت بيهم عليهم البيت وهم غضبانين مني عشان ابني ما يتبهدلش فحضرتك انا شايف الابهات كلها مظلومه انا واحد من الناس مظلوم انا ما شفتش ابني. تمام يا فندم. يعني املك الدنيا كله ومستقبلي كله هي عشان واحده شايفه نفسها او عندها غل واخده مني ابني طب ليه حضرتك احنا مظلومين في المشوار ده انا شايف قانون الاستضافه ده منصف ان انا اشوف ابني وبرضك في نفس الوقت حضرتك في قوانين تحكمني وتحكم. طب عندي سؤال معلش قبل ما تقفل يعني انت مع ماده الماده المطروحه لقانون الاستضافه عندي سؤال دلوقتي يا فندم فرضا وقالبا فرضا فرضا ان اقول لك المخاوف بتاعه الستات حاول تكلمنا تاني بس المخاوف بتاعه الستات ان انا مع الكلام طبعا اللي هو قاله تمام وكل حاجه انا مش عايز اخد جانب على حساب جانب اخر بس انا اضمن منين ان هو بعد كده مشكلة. بس انا النهارده ما رأيتش كأب وكأم انا مش بتكلم على حد انا كأب وكأم ما رأيتش ان في طفل يوم ما اختلفت او بعد الولاده زي ما بيتكلم بشهرين او كذا انا ما يعني ما قدرتش نعمه ربنا ان ربنا اداني طفل وحاولت احافظ عليه انا ما عنديش سلاح تاني عدد كبير جدا من الاباء والامهات بيعيشوا حياه فيها تضحيه جامده جدا علشان يحافظوا على النسيج الاسري نسيج الاسري مش دايما بيبقى صح بقى بصراحه يا دكتوره النسيج الاسري معايا واكيد حضرتك لا يعني لا بس لازم نضحي عشان النسيج الاسري يكون منتظم ومن اجل ابنائنا ازاي انا بفكر في كل ما اشتهيه انا وارغبه سواء كانت رؤيه او سواء كان رغبات عندي معينه وناسيه ان في طفل في كيان لم يكتمل تكوينه ولا يستطيع ان يدلي برغباته. تمام استاذه جنات سؤال مباشر هل انت مع ام ضد هذه الماده المطروحه بخصوص قانون الرؤيه؟ ضد طبعا بس انا عايزه ارد على اخر مكالمه. ضد الاستضافه طبعا. تمام. انا عايزه ارد على اخر مكالمه وهرد بال يعني انا مش متخصصه فقه ولا شريعه بس انا على الاقل عارفه انه في حاجه اسمها امساك بمعروف او تسريح باحسان. هل الاستاذ طبق
التسريح باحسان ولا لما اختلفنا قرر يمرمطها في المحاكم. عشان كده قلت له بس كلمنا تاني عشان يرجع يحكي لنا بس الباقي. هو نفسه بيقول ان هي رفع طلاق. طالما الزوجه كرهت والعشره استحالت لدرجه انه وصلنا مع بعض للمحاكم، ليه ما يبقاش التسريح باحسان وساعتها يكون في انفصال في شكل تفاهم ودي لطيف جدا، فالناس التسريح باحسان هينهي المشكله كلها في انه انا وانت مش هنكون مختلفين على نفقه الرضيع، على نفقه الحضانه، على يعني انا في حاله اتعاملت معاها الاب وانفصلوا وهي حامل، بعت لها انذار على يد محضر انها تولد في مستشفى حكومه لانه مش هيدفع مصاريف ولاده، ده انذار على يد محضر، الورق موجود يعني. فالاباء هنا بيستخدموا فكره الضغط المادي والمعنوي على الام بسلاح الطفل، زي ما انت قلتي الطفل اصبح سلاح، بس هو سلاح هنا في ايد الاب مش في ايد الام، لانه الاب هو اللي في ايده كل السلطات مش الام بالمناسبه. انا هرجع لك تاني عشان اعرف حضرتك ليه ضد قانون الاستضافه، بس ناخد كوثر الاول. كوثر من القاهره، الو. السلام عليكم. عليكم السلام، اتفضلي يا كوثر. اهلا بحضرتك يا حبيبتي، بشكرك جدا على البرنامج والموضوع وعلى الضيوف. شكرا. ايوه شكرا لحضرتك، بس لو سمحتي بس وطي التلفزيون عشان تعرفي تسمعينا كويس، اتفضلي. طيب اوكي. حضرتك في بدايه البرنامج قلتي احنا هنجنب المراه ونجنب الرجل ونتكلم في مصلحه الطفل. اوكي. انا هتكلم مع حضرتك من هذا المنطلق. اتفضلي. لو شفت مصلحه الطفل قلنا 90 مليون وقد يكون اكتر بيطلعوا مرضى نفسيين، هل دول رجال المستقبل اللي هيبنوا البلد؟ نمره واحد. ازاي هنعتمد عليهم؟ تبقى البلد مفككه ومهلهله كمان. نمره واحد. نمره اثنين، يا ريت اللي بيشرعوا القوانين دي يلجأوا للدين، الدين الاسلامي والمسيح وكل الاديان اللي بتقول صله الارحام، ويطلعوا على العقاب والعذاب اللي ربنا وعدنا بيه لو قطعنا الارحام. ده حرام كبير جدا جدا جدا. ويا ريت لو تسمحي لي بس في نهايه البرنامج انا هقول الحديث اللي ربنا سبحانه وتعالى قاله عشان كل مسؤول بيحرم اب او ام من ابنه، ده حرام. نمره واحد. نمرة اتنين، أنا بتعاطف مع الأمهات جدا اللي هم قالوا خايفين من القذف، بتعاطف معاهم جدا، لكن هل حل الموضوع إن أنا أحرم الأب؟ طب ما هو الأب زي الأم، إشمعنى أنت عايزة يبقى ابنك معاكي على طول وتحرمي أبوه؟ يعني نشيل حتة الأنانية دي شوية ونحكم بالعدل. طب كيف أحكم بالعدل؟ إن أنا أدي حقها في إنها يبقى ضناها معاها، ونفس الحكاية الرجل ضناها معاه. يبقى إذا هنا المشكلة في فاعلية تنفيذ هذا القانون. تمام يا فندم. يطبق هذا القانون بحيث إن أنا أضمن إن الطفل يرجع لأمه. وبعدين معلش اسمحي لي، أنا بسمع لها حاجات كتير جدا جدا وكأن الأب ده متهم ولا حرامي ولا هياخد ابنه وما يرجعش. طب في فعلا أبهات كده وفي فعلا رجالة يدرسوا. ما فيش حالة زي الثانية مدام كوثر. أيوه كل حالة ليها طبيعتها يعني. أيوه ما فيش حالة طلاق أو خلع أو كذا زي الثانية. أنا بشكرك، كل حاجة ليها طبيعتها، بس مش معنى إن في واحد وحش إن أنا أظلم الناس الكويسة، لا. في واحد بياخد الطفل ويهرب. إذا حضرتك مع ولكن يعني بضمان آليات التنفيذ. بالظبط، أنا مع طبعًا التنفيذ ده وبشكر كل أستاذ وكل استضافتين في بالك، لكن مع ضمان رجوع الطفل. آليات التنفيذ. تمام مدام كوثر بشكرك. ده الحل حبيبتي، الحل إن أنا أنفذ ده إزاي؟ ايوه ما هي الاليه دي اللي انا هتكلم فيها حالا، تابعينا لو سمحتي مدام كوثر. شكرا تحياتي. إيه؟ ناخد هنقول فيها. طيب معانا صلاح من المنوفيه. صباح الخير يا استاذه مها. صباح الفل يا فندم، اهلا وسهلا، اتفضل. تحيه، الله يسترك، تحيه لك ولضيوفك الكرام. اهلا بيك، اتفضل. الاثنين اللي معاك ما شاء الله تبارك الله بيتكلموا فعلا في صالح الطفل. فربنا يبارك لهم يا رب. وانا عايز افكر السيدات بآية في القرآن. في استاذة مها بتقول وان تعاثرتم فسترضع له اخرى، يعني معنى كده في القرآن بتقول لو طلق زوجته ممكن هو زوجته ما رضتش تردع الولد برغم انها مطلقة، انه ممكن يجيب واحدة تانية تردعه. اكيد ان القرآن يميل ان الطفل عند ابوه خالص، فلو كان مجتمعنا بيدي الام حضانة شوية فهي ما تبعد كراهيتها للزوج وتودي ابنها استضافه زي القانون ما بيقول شهر شهرين كذا، دي حاجه ما تضرهاش في اي شيء، ولازم يحس بابوه والبنت تحس بابوها عشان لما تيجي تتجوز. طيب استاذ صلاح حضرتك مع هذه الماده مش ضدها مش كده؟ انا ضد، انا معاها بس معاها. كلام تاني يا استاذ محمد، كلام تاني اتفضل. انا بمناسبه 15 سنه لدريم بشكر الدكتور احمد بهجه وبقول له يا دكتور القناه كانت من سنين
عندها بعض الاخطاء البسيطه، لكن السنين الاخيره صلحت اخطائها. الكلام ده بالنسبه للنواحي الدينيه يعني. لكن في مذيعات دلوقتي لما بتتصل واحده فقيره عايزه تقول كذا كذا يقول هذا البرنامج مش كذا وتروح قافله عليها. لا، الدكتور احمد بهجت يبلغ المذيعات ما تفصلش على اي فقيره، يمكن تلاقي واحد من عند الله يبعت لها فلوس او حاجه. الكلمه الثانيه عايزه ده ما بيحصلش عندنا خالص يعني. ايوه يا استاذه مها، دي واحده تمام. وبشكرك جدا استاذ صلاح. اذا استاذ صلاح مع ماده قانون الاستضافه. طيب ناخد علا، هناخد تليفونات ونعلق عليها ورا بعض عشان بس الناس مستنيه كتير. علا خير. علا صباح الخير يا علا. صباح الفل. بصي حضرتك، انا بتكلم في حاله خاصه ليا انا. اتفضلي. بالنسبه لما يكون اب طبعا بسبب المعامله السيئه وبسبب ظروف ماديه حصل الطلاق، وهو اللي امتنع انه يشوف ابنه، وانا اللي بكلمهم وبكلم جدته وبكلم عماته. الولد انا عايزه الولد يبقى يعني مش عايزه ادخله في مشاكلنا. الولد ممكن تشوف اي وقت. يكون الرد طبعا بكل البرود، هم اللي مش عايزين يشوفوا الولد ولا هم اللي عايزين يعملوا اي تواصل. ولما هو بعد 4 سنين ظهر، لان هو بيسافر بره مصر، لما بعد 4 سنين ظهر بيعرض عرض ماشي اوكي، تعالي بعد شقايا وبعد تعبي وبعد ان انا اشتغلت سنين ان انا اعرف اربي الولد واصرف عليه كويس وادخله حضانه وادخله دلوقتي في مدرسه هو حاليا، خلاص اوكي اديني فلوس قد كذا، اديني اعملي لي كذا، جيبي لي كذا، وفي الحاله دي انا ممكن ارجعك ويتربى الولد ما بيننا. يعني الاسلوب اللي بيتبعه الرجاله في مصر مع ستاتهم بيبقى اسلوب مش كويس جدا. طبعا قانون الاستضافه انا معاه، ولكن لما يكون الاب او العيله نفسها متمسكه انها تشوف الابن او متمسكه ان هم يوصلوا الرحم. تمام، شكرا يا علا. معانا عماد من القاهره. الو. ايوه. الو صباح الخير يا استاذ. صباح النور، اتفضل يا استاذ عماد. الاول انا زعلان منك. زعلان مني؟ عشان الاول بفكرك ان انت سابيه الدكتوره دريه 3 سنين الاول. شكرا ليك يا فندم. بس حاجه ثانيه بقى، الموضوع بس كده، انت طريقه عرضك فيه انا عارف انت من جواكي طبعا عايزه السيرفيس او عايزه العدل، بس الموضوع رايح كده ناحيه ان عايزين يطبقوا القانون ده. خليني اسالك سؤال يا استاذه مها. هي ماده، بص يا استاذ عماد، هي ماده في القانون، هو مش قانون، هي ماده في القانون، وعدم تطبيق او عدم تنفيذها بيبقى ليه عقوبه، هنشرحها لحضراتكم لاحقا. حضرتك مع ام ضد هذه الماده؟ لا لا، انا ضد طبعا الماده دي نهائيا، بس عايز اقول ليه. ممكن اقول ليه بعد اذنك؟ اتفضل يا فندم. اول حاجه، هتيجي راجل واحد استضيفيه في مصر كلها، راجل واحد بيدفع النفقه وبيصرف على بيته بعد ما بيطلق واحد. على فكره بصي، ودي مش قاعده بس انا موافق وعلى الهوا، وده رقم. لو جبت راجل واحد في مصر بيصرف على بيته وبيدفع النفقه وبيعمل واجباته عن الاطفال، قصدك بعد الطلاق؟ بعد الطلاق، والمطلقه دي ما بتخليش يشوف ولاده، انا مكلف ان انا اصرف عليه الراجل ده. لو جبت راجل واحد في مصر. ليه يا فندم النظره التشاؤميه؟ لا، زي ما في ناس بتتكلم صح على فكره. انا مظبوط فاكر. انا قصدي اقول ما فيش ولا واحد بيدفع النفقه بعد الطلاق. لا لا، بالتراضي، هو بيقول لك بالتراضي. بالتراضي لا، انا قصدي بس ما نعممش عشان في ناس بتدفع. بتبقى مبارزه محامين. في ناس كتير محترمه. اتفضل. انا قصدي اقول ان هو لو بيدفع النفقه وبياخد من باله من ولاده كويس، هي اللي بتوديهم له يشوفهم. تمام. تمام. الموضوع واضح. هو احنا ليه بنلف حوالين الموضوع؟ هو ما بيقومش بدوره كأب، ازاي اديله دور اديله حاجته ليه وهو ما بيقومش بدوره؟ على فكره، وده سبب بوظان الاطفال. سبب بوظان الاطفال مش الام بتربي لوحدها، عشان الناس اللي بتتكلم كده، الام لو كويسه وبتربي لوحدها احسن 100 مره من اب فاسد. الاب اللي ما بيصرفش على اولاده ويسيبهم يتوسلوا للناس ويسيب مراته تروح للمحكمه وتتبهدل وتتمرمط، وفي الاخر خالص عايز يشوف ولاده. بنزلنا يا جماعه، ده كلام، وده طريقه عرض مش ممكن، ده حرام. عشان كده بقول لك يا جماعه خدي بالك، بس انا عارف انك انسانه جميله، بس الموضوع رايح في اتجاه ان الناس عايزه ايه، تمرر الموضوع. تمام. مش تمرير، مش عموما. انا بشكرك يا استاذ عماد. لا احنا يعني لازم اسمع كل الاراء، يعني هو وجهه نظره. شكرا استاذ عماد من القاهره. معانا طارق من القاهره. طارق حاول تكلمنا تاني. محمود
الو. صباح الخير يا استاذه مها. صباح النور. اتفضل يا استاذ محمود. نايبه وتحياتي للاستاذه جاهد عبد العليم. اهلا وسهلا. اتفضل. حضرتك انا حاله خاصه شويه. انا زوجتي متوفيه وعندي جده البنت عايشه في المنيا. وفي حاله عدم تطبيق القانون ده بنتي هتعيش في المنيا وانا عايش في القاهره. فالبنت في الحاله دي هتتيتم اب وام. القدر يتمها من ناحيه الام والقانون بيتمها مره اخرى من ناحيه الاب. استاذ يعني محمود بنتك قاعده معاك دلوقتي مش كده؟ بنتي قاعده معايا طبعا. قاعده معاك؟ قاعده معايا لكن وانت بيني وبين جدتها ان هي تاخدها مني. تمام. طب هي بتشوف جدتها يا فندم؟ ايوه طبعا بتشوف جدتها. انا ما منحهاش ان هي تشوف جدتها لان دي صله رحم. طب انت قلقان من ايه بقى؟ قلقان ان هي تكسر القانون بيقول ام الام، رغم ان مفيش نص قراني بينص على ذلك ان ام الام ولا حديث، كل ده اجتهاد علماء لما قال ابو حنيفه القانون اللي بيتكلم عنه الاستاذ جانيت في سنه 20 بيقول ام الام، رغم ان ممكن اجتهاد العلماء ده ممكن يتغير، ممكن نجيب فتوى من دار الافتاء او من الازهر. تاني حاجه يا استاذه جانيت بتقول ان 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 الشرع بيقول ان بعد زواج الام ان ما فيش حاجه بتقول ان الاب ياخد الابن او الكلام ده. لا، الرسول عليه الصلاه والسلام قال ان الام لو تزوجت خلاص ما لهاش حق في الابن. ده كلام دين. تاني حاجه ان الموضوع مش وجهات نظر، احنا بلد اسلاميه وعندنا احنا بلد الازهر. تمام. يعني انت استاذ محمود مع هذا التعديل؟ طبعا. يعني انا في حاله من الحالات، لا، في حاله ان بنتي القانون يحكم لجدتها، انا مش هشوف البنت غير 3 ساعات كل اسبوع، هروح المنيا. ويبقى البنت في الحاله دي تتمت اب وام. الاستضافه بتبقى 3 ايام؟ لا، هو لا، القانون الحالي 3 ساعات في الاسبوع الرؤيه. تمام. يبقى انا مش هشوف البنت غير 3 ساعات. يبقى البنت في الحاله دي تتمت اب وام. تمام. ضيف عليك على ذلك ان الجده دي هتعيش كام سنه تاني؟ ربنا يديها طول العمر طبعا. البنت لما تنتقل بقى لابوها ومرات ابوها اللي هي ما شافتهمش هيحصل لها صدمه ثقافيه رهيبه. غير ان هي البنت ولا هتشوف عمامها ولا هتشوف اي حد. من اذن حضرتك مع التعديل. طيب الدكتوره ايمان الرئيس استشاري العلاقات الاسريه معانا على التليفون، نسمع رايها. اتفضلي يا دكتوره. صباح الخير عليكم جميعا. صباح النور. اتفضلي. انا بشكر النائبه جدا جدا على بجد القانون ده، يعني قانون رائع. بس احنا عايزين نزود ليه حاجه بسيطه جدا، ان زي ان احنا ما بنعاقب الراجل لما يجي يطلق بيدفع نفقه وبيدفع كل الالتزامات الماديه، وبعد كده تيجي الست تقول هو ما بيصرفش عليا. طب ما هي لما جت عشان تتطلق وبتقول انا عايزه اتطلق بتجيبه من النقطه الماديه. نعم، بتجيبه من النقطة المادية. ليه هي لما بيجي يحرمها من نفقة أو من الفلوس اللي هي أصلا كان ضغط عليه؟ حقوق شرعية يا دكتورة. نعم، حقوق شرعية يا فندم. أيوة أنا فاهمة، أنا فاهمة، أنا مع حضرتك جدا. حقوق شرعية للزوجة. أنا ما بعلقش خالص حقوق الشرعية، بس احنا بنتكلم ده في القانون. تمام. يبقى أول حاجة خالص عشان أنت حضرتك نمشي في القانون ده صح، لازم تأهيل راجل وست يصلحوا إن هم يربوا ويبقى عندهم أسرة. دي أول حاجة. تاني حاجة تفعيل القانون، زي ما بتعملي القانون للزوجة اللي هي عندها حقوق البيت وحقوق المادية وكل حاجة، فين حقوق الزوج اللي هي ممكن تروح منه يعني في ثواني؟ معلش أنا يعني ممكن يكون كلامي قاسي شوية، بس خلينا منطقيين، لأن احنا دلوقتي بنتكلم كل الحديث عن الفلوس والمصاريف. تجاهلنا خالص نفسية الطفل، فابتدى الطفل آلة في إيد الأب والأم، ماشي، لأخذ الحقوق من كلا الطرفين. تمام. فانا بتمنى من سياده النائبه بجد، القانون ده رائع جدا وانا معايا جدا 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 جدا، بس برضو احنا دلوقتي عندنا بنات بتتجوز، ستات بتتجوز مش عارفه يعني ايه بيت، اول مشكله بينها وبين جوزها بتقول له طلقني. الراجل بيفكر 100 مره هي قبل الطلاق. تأهيل قبل الزواج بالظبط. هي قصدها كده بالظبط. بس انا هقول لحضرتك على حاجه، تعالي في اي مشكله بين راجل وست اول كلمه الست بتقولها طلقني، الراجل بيفكر 100 مره. ليه؟ لانه عارف هيروح منه بيت، هيروح منه هيدفع فلوس، ولاده هيبعدوا عنه، الست خسرانه ايه؟ خسرانه. معلش احنا عايزين نفكر في النقطه. لا 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 طيب. لا هي بتقولها بانفعال لموقف معين. لا يا فندم، حضرتك شايفه ان الست بعد الطلاق ما بتبقاش خسرانه؟ لا ماشي، على عيني. هي اكتر واحده بتبقى خسرانه. احنا في مجتمع طول الوقت وصم المطلقه يا دكتوره.
احنا في مجتمع المطلقه الست اللي في على في عصمه زوجها بتفكر ألف مره لان هي عارفه انها هتتمرمط محاكم هتتمرمط بطفل مجتمع هينظر لها نظره دونيه جدا مجرد انها ست ومطلقه فما يتقالش انه المراه مش اكبر من كده يا استاذ ايه ان لو الكلام ده صح هي بتخاف من الطلاق على السيده دايما وليس على الدكتوره ايمان طب اسمع بس اتفضلي كده يا دكتوره يا حضرتك شايفه ان ده ما بيحصلش لا هي لو بتخاف فعلا زي ما حضرتك بتقولي من الطلاق ومن شكلها العام وعلى اولادها هتفكر مليون الف مره قبل ما تطلق ومين قال لحضرتك انها ما فكرتش مليار الف مره يا فندم هي بتختلف ماشي طب قولي لي نسبه الطلاق العاليه دي ليه ده باعتبار حضرتك استشاري علاقات اسريه يا ريت تقولي لنا نسبه الطلاق عاليه ليه ثانيه واحده بس انا برجع نسبه الطلاق العاليه في اي اسره بترجع على الست البيت للست الا بقى لو زوج مريض احنا بنتكلم ده احنا بنتكلم في الاسر العاديه الطبيعيه طبيعي ان يبقى في مشاكل يعني المفروض ان الزوجه بتتضرب وبتتحرم من انها تشتغل لو اتضربت يبقى الزوج مش طبيعي معلش يعني انا بتكلم في الحياه الاسريه الطبيعيه اللي تيجي تلاقي ست بتقول لك اصل انا متطلقه عشان اصل انا متضايقه منه اصل هو مش قادر يفهمني لا 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 حضرتك استشاري علاقات اسريه يا فندم والمفروض تفيدينا بمعلومات واحصائيات موجوده عند حضرتك مش لانه الزوجه مش عاجبها يعني ايه بيشخر مثلا لا 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 قد ما بفيد حضرتك بمشاكل شخصيه بتجيلي من بنات لسه صغيرين 25 سنه ولحد 30 سنه لاسباب غير منطقيه للطلاق غير منطقيه زي ايه يا دكتوره يعني انا مش فاهمين بعض مش قادر يفهمني مش قادر يحتويني اصله ما بيجيبليش هدايا اصله ما بيصرفش عليا اصل انا شايفه حد تاني احسن منه اصل انا اتعرفت على واحد على الفيسبوك بيحبني اكتر منه لا يعني انت شايفه ان الطلاق كله بيحصل بسبب الكلام ده يا دكتور انا بتكلم عن النسب اللي انا بشوفها دلوقتي غير معقول يا فندم طب واللي بتجيلك عندها 25 سنه دي ما بتقولكيش ان هي متجوزه واحد عنده 27 سنه ولا 28 سنه ما بيقدرش وانا قلت لحضرتك ايه في الاومي قلت هو شيل مسؤوليه على فكره انا اول كلمه قلتها الحقيقيه للطلاق أول... ممكن يكون في اسباب خفيه لا تذكر ثانيه واحده انا اول كلمه قلتها تاهيل الزوج والزوجه لفتح البيت اصلا تمام ان احنا يبقى في تاهيل لكن مش على طول هاجي على طول على الوقت على طول ان لا معلش دول طرفين مش طرف واحد انا كده شايفه الحوار جاي في طرف واحد بس شكرا دكتورة إيمان الرئيس استشاري العلاقات الأسرية بس يعني هو الحقيقة مفيش مشكلة في الدنيا فيها طرف غلطان وطرف مش غلطان أي مشكلة في أي خناقة في الشارع لازم الاثنين يبقوا غلطانين فما بالك بقى بخناقة في بنسب البيت. مختلفة حضرتك أنا في 2007 عاملة بحث فايلنس أجينست وومن العنف ضد المرأة 2007 كانوا بيتكلموا دايما عن العنف اللي هو الضرب العنف اللي هو اللي عنف اقتصادي عنف كذا عنف كذا فأنا كنت شايفة ساعتها أن العنف ضد المرأة هو موضوع الطلاق واستغلال المرأة المرأة أصبحت هي المرأة المعيلة المرأة المعيلة لو الزوج متوفي أو مريض أو عاجز لكن تغير المفهوم في 2007 أصبحت المرأة هي اللي تعيل الأسرة في حالة وجود الأب يعني لو الأب لقى الزوج لقى أن داخل الزوجة كبير بيعتمد عليه اعتماد كلي في بعض الحالات كان في بعض الحالات في الريسيرش عندي في البحث البواب مع احترامي لكل المهن يعني ممكن يتجوز واحدة أو اتنين ويشغل دي كذا ويشغل دي كذا ويشغل دي كذا ويقسم عليهم الشغل وهو يكون قاعد على الكرسي فهنا اتغير العادات والتقاليد بتاعت المجتمع وابتدى ثقافة المجتمع تتغير ده اللي الدكتورة تقصد انها تقوله من كلامها ما وراء الكلام عندها ان العنف أصبح عنف مجتمعي عنف نفسي تغيير العادات والتقاليد في المجتمع هي اللي أدت ان وجود الكسور في قانون نرجع لقانون الاحوال الشخصيه عشان ما نروحش لاماكن بعيده شويه بس اسمحي لي اختلف معاكي سياده النايبه انه كلام الدكتوره واضح وصريح جدا ما اتكلمتش على العنف ضد المراه خالص شايفه انه عند الطلاق لازم يكون في حلول الرجل المفروض انه يروح يرفع قضيه نفقه مثلا يطلب من الزوجه مبالغ ماليه مقابل انه يحل عن سماها ويبطل يستعبدها ويبطل يمارس عنف ضدها يعني انا هسال سؤال واحد هل كل اسباب الطلاق الموجودة في المجتمع هل هي الأساسية والظاهرة أم هناك أسباب للطلاق باطنة لا يمكن الإفصاح عنها ما هي هي أنا هي رمت السؤال ده المكالمة حضرتك. واضحة وصريحة جدا هي رمت كل أسباب الطلاق ده على الظاهرة هي شافتها لكن هل يعني أنا عايزة أقول حاجة خبيرة. هنشك دلوقتي إن واحد مش بنتعامل مع سيدة عادية هنشك بنسبة 50% إن في أسباب لا خليكي بالمنطق معايا إن في أسباب بتصل ل 50% ان الزوج والزوجه لا يفصحوا عن اسباب الطلاق الحقيقي ده حقيقي ما بيقولوش بيتكسفوا ده حقيقي طيب.
هرجع اخد بس تليفونات. معانا بطرس من اسوان. استاذ بطرس يا صباح الورد وكل عام وانتم طيبين ويعود علينا وعليكم الايام بخير. ب 15 سنه يبقى 150 سنه للدريم ان شاء الله. ربنا يخليك وانت طيب. ميرسي استاذ بطرس اتفضل. الله يبارك فيك. الاستاذ عماد اتكلم كلمتين حلوين والمدام اللي اتكلمت الدكتوره اتكلمت كلمتين حلوين وجابت لب الموضوع كله. ايه لب الموضوع كله؟ للاسف الشديد احنا كل واحد واخد دور غير دوره، لا الراجل واخد دوره ولا الست واخده دورها. الراجل لو فكر وعرف ايه معنى كلمه الرجوله وايه معنى كلمه 23 ضلع، والست عرفت يعني ايه هي ضلع، والضلع الوحيد بتاعها انا ممكن تقدر تقلب الراجل بقوتي وربنا اداها القوه دي عشان يعني تمتص غضب الراجل. مش هنوصل الكلام ده. يا ريت نفكر في كلام الاستاذ عماد وكلام الدكتوره، ان كلام الدكتوره والدكتور والاستاذ عماد كلام جايب لب الموضوع بالظبط. ويا ريت الاستاذه اللي عندك الضيفه بالراحه علينا شويه، احنا رجاله طالع ميتين ابونا برضه في المعايش وفي القرف اللي احنا شايفينه في الغلو ده، بالراحه علينا احنا عايزين نوصل للحل. شكرا يا استاذ بطرس. معانا احمد من القاهره. السلام عليكم. وعليكم السلام اتفضل. استاذ نعمه صباح عليك ولا ضيوفي. صباح الفل يا فندم اتفضل. والله انا بس كنت عايز اتكلم بس على نقطه موضوع الخطف دي، يعني انا شايف ان اغلب الناس بتتكلم عليه. انا اتكلم عن نفسي انا وعن حالتي الشخصيه. اتفضل. انا اول اجراء اخذته، اول اجراء اخذته في بدايه المشاكل خالص، اول حاجه عملتها منع سفر لابني، لان كل الناس ان انت ايه يا فندم؟ اخد الولد. سفره. منع سفر لابني. منعت سفر ابنك؟ اه طبعا. ليه؟ لان انا اللي خايف ان هي تاخده وتسافر، لان هي عندها اقامه بره واهلها عندهم اقامات في دول ثانيه. فاول حاجه ان انا احافظ على ابني من الخطر ان انا عملت منع سفر، في حين ان هم ساكنين في الشارع اللي ورايا، وانا اسهل حاجه ان انا ممكن اجيب ابني، بس انا عمري ما احط ابني في التجربه المريره دي اللي هي بتفضل معايا. بتشوف ابنك كل قد ايه؟ نعم. بتشوف ابنك كل قد ايه؟ الثلاث ساعات بتوع الرؤيه، وطبعا دي تجربه يمكن مريره جدا جدا. احب اقول لحضرتك ان ابني بيخاف يشرب ميه او عصير. فين المكان؟ بتقابل ابنك فين يا استاذ احمد؟ في الحديقة، في الحديقة عندنا هنا الحديقة. في حراسة موجودة؟ في حراسة؟ طبعا في حراسة، وطبعا بنمضي في دفتر، وطبعا ما اقدرش اخد ابني واقف بيه على الباب، حتى لازم جوه الباب. حضرتك لان انا اللي بخاف مع هذه المادة اذا؟ مع مادة الاستضافة؟ طبعا لان دي رحمة للاطفال ونفسيتها، الاطفال المعذبة. واتمنى حضرتك تنزلي بالكاميرا بتاعتك واتمنى تصوروا عندنا في الرؤية وتشوفي حضرتك الاطفال والمكان. حاضر. غير ادمي بالمرة فده حرام على اولادنا وعلى نفسياتهم. تمام يا فندم، وشكرا استاذ احمد. محمد من الدقهليه حاول تكلمنا مره ثانيه. معانا تليفون مع ابو المعاطي من هنا. ابو المعاطي اتفضل يا فندم. السلام عليكم. عليكم السلام. انا لسه حاضر طلاق بين زوج وزوجه من يومين. قاضي عرفي يا فندم؟ نعم. وقاضي عرفي ممكن توطي التلفزيون بس عشان حضرتك بتشتغل ايه؟ انا تاجر. مش سامع يا فندم. تاجر. اه حضرتك حضرت وقع الطلاق يعني؟ اه لسه من يومين بالضبط، بعد 26 سنة بينهم وبين بعض. اتطلقوا ليه؟ عشان بنتها تزوجت في تركيا بدون علم ابوها. هل ده يا صح؟ اه دي حالة تانية خالص. هل ده دين ولا هل ده تربية ولا تعليم؟ تمام، دي حاجة تانية خالص. شكرا أستاذة أبو المعاطي. مش حاجة تانية، هي بصلب الموضوع برضه. اه يعني هو اتجوزت دي بعد. طب هقول لكم على حاجة. وبعد 26 سنة هتروح فين؟ هل النفقة بقى اللي هتاخدها وهي دلوقتي كمان مش حاضره؟ حضرتك طلقها عشان البنت اتجوزت هي كمان مش حاضره. احنا هنا بنتكلم على قانون الاحوال الشخصيه. هنا هي مش حاضنه، ملهاش نفقه. المفروض انه هنا بقى دي مشكله اجتماعيه. هو انتقم من يعني انا برضو مش فاهمه يعني برضو هو عاقب الام اللي فعل البنت. بالظبط اللي فعل البنت. طيب هقول لكم على حاجه بقى قبل ما نكمل كلامنا. في حالات غريبه جدا بتحصل، احنا عارفين ان يعني زي ما قلنا كده كل حاله ليها طبيعه، وفي حالات بجد يعني مضحكه جدا للطلاق. زي ايه؟ في حالات اتقال غلط. في مدام نوران قامت دعوه خلع ضد زوجها. ده على فكره مش كلامي، ده كلام اليوم السابع. بصوا بقى ده الخبر، ان الاستاذه نوران كانت عندها 3 كلاب، فكانت بتخرج تفسح ال3 كلاب، فجوزها قال لها كفايه يا استاذه نوران كلب واحد عشان ما تتعكسيش في الشارع بال3 كلاب، مش عارفه ايه الفرق. قامت رافعه عليه قضيه طلاق. حد يقول لي بقى ايه ده؟
ده السبب الظاهر، عشان هي مش قادره. سبب باطن اكيد. والله والله اهو الجريده هي اليوم السابع نشره، يعني هي مش قادره ان هي تاخد السابع من القران. لا لا دي حاله فرديه حتى لو حصلت. لا ما انا فاهمه، دي حاله فرديه ما اقدرش اقيس عليها. ما هي حاله فرديه بس في حالات غريبه يعني. انا معلش يا جماعه لو حد فاهم ايه الموضوع ده بس يكلمني يقول لي ايه موضوع اللي يعني ازاي. وبعدين انت عايزه تتخانقي، انا ما عنديش مشكله انت تتخانقي على سبب انت شايفاه، او انت تتخانقي على سبب انت شايفه سبب قوي جدا تتخانق، بس مش تتطلقوا عشان هي عايزه تفسح ثلاث كلاب وستك عايزه تفسح كلب واحد. يا اما ما يكونش فعلا ده السبب، او انتوا بتتلككوا لبعض ولا حاجه. هل ده تصريح بقى على لسان الزوج ولا الزوجه؟ على على مسؤوليه اليوم السابع الكلام ده. يبقى نتاكد الاول من صحه الاخبار زي ما قالت ست نايبه. اكيد خبر منشور هو في معلومات. انا بس تعليقا على المكالمات اللي وردت طبعا لها ولهم كل الاحترام والتقدير، لان دي كلها مشاكل شخصيه ومجتمعيه ليها كل احترام والتقدير. احنا بنتكلم على ايه؟ الاستضافه ممكن تكون 48 ساعه. طيب ما حدش سال ايه عقوبه المخالف للقانون؟ المخالف لقانون الاستضافه حبس 3 شهور، سواء كان الزوج او الزوجه، ما بيفرقش بين الزوج والزوجه في موضوع الحبس. دي نقطه. النقطه الثانيه، انا لما ايه فايده ان انا استضيف طفل 48 ساعه؟ فايده ان انا ان هو يتعرف على الاسره، هيتعرف مثلا على اسره والده. هو ايه العقوبه على جدته؟ 3 شهور سجن. 3 شهور سجن. ده المقترح. انا مش ده المقترح حاليا. ان انا النهارده اللي بيخالف القانون في نقطه الرؤيه، بس انا بتكلم في ماده واحده من القانون. القانون يا جماعه له عدد كبير جدا من المواد. النهارده احنا عايزين نطرح قانون الاحوال الشخصيه داخل اللجنه التشريعيه في مجلس النواب لكي يتناوله المجلس ماده ماده، وإعادة وتعديل بعض المواد، ولن يكون هناك تعديل إلا بوجود حوار مجتمعي. أوكي. دراسة قانونية أولا ثم الحوار المجتمعي. الحوار المجتمعي بيبدأ بإيه؟ بيبدأ إن إحنا مثلا الحوار المجتمعي مجلس القومي أهو. إحنا في الحوار المجتمعي أهو. الهوا مجلس القومي المرأة بيكون له اقتراحات. بيكون له اقتراحات أو له بس تعديلات. بس أنا أحب أسمع التجارب بتاعت الناس. الأمور والطفولة. يعني أنا هعدد لك الجهات المنوطة اللي ممكن المجلس، بس عشان الناس تعرف ازاي احنا في اللجنة التشريعية او في اي لجنة من لجان المجلس ازاي بنتناول الامور. تناولنا القانون من الناحية التشريعية ومن ناحية الصياغة، بنبتدي ان احنا نطرح الموضوع. نطرح الموضوع بان احنا بنستضيف المجلس القومي للمرأة. بيقول في خصوص الاحوال الشخصية، قانون الاحوال الشخصية، مجلس القومي للأمومة والطفولة، المجتمع المدني، الجمعيات، الهيئات، المكاتب الاستشارية، كل من له صلة بهذا القانون ويريد إبداء رأي سواء كان بالإيجاب أو بالسلب أو بالتعديل أو إلى آخره يتم الاستماع له. وهناك مضابط يتم تسجيل فيها كل هذه الآراء. ومن خلال هذه البوتقة المجتمعية والحوار المجتمعي التشريعي في مجاله في مجلس النواب، هو ده المكان الامثل لتشريع القوانين. بعد كده بنبتدي طيب نعدل القانون. تمام. لان النهارده الناس قلقانه من حاجات. كويس، لكن هم لهم حق ان هم يقولوا ارائهم. احنا لسه لازم نفصل القانون عشان نعرف بس اللي ما ينفذش. انا عندي استاذه جنات. اتفضلي اتفضلي استاذه جنات. استاذنك بس حاجه حاجه مره ثانيه. استاذه جنات انت ليه ضد الماده؟ انا عايزه اقول ده من الصبح. طيب احنا عندنا القاعده الفقهيه بتقول درء المفاسد خير من جلب المنافع. صح ولا غلط؟ ده باجماع الفقهاء. ده لو هنتكلم شرع. لو هنتكلم قانون بقى، فالحضانه حق للحاضن والمحضون. لما نيجي نحط قانون استضافه، هنشوف ازاي الاب مؤهل للاستضافه، مكان مؤهل للاستضافه ولا لا. وده مش موجود. احنا هنا بنتكلم على اب وام. طب ما تيجي نسيبهم هما الاثنين ونتكلم على طفل. الطفل ده الحاله النفسيه له هتبقى ايه وهو مشتت ما بين بيتين، حاسس ان هو مش بيته لا هنا ولا هنا، لانه ما بيقعدش فتره، يعني ما عندوش مكان ثابت. طفل ما عندوش، طفل في حضن امه هو عارف انه ده بيته، ده سريره، ده الحضن اللي بيترمي فيه اخر الليل. أوكي. الام بتذاكر، بتربي، بتعلم، بتودي نادي، بتدرب حاجات رياضيه، بتهتم بالدراسه، بتتابع مع مدرسين، بتتابع مع دكاتره، كل دي حاجات. لما يبقى الابن في عند المضيف او الطرف الغير حاضن، هل هيهتم بدراسه؟ هل هيهتم بعلاج؟ هل هيهتم لو الطفل رضيع بتغيير بامبرز ورضاعه؟ ولو قال انه هيوفر السيده اللي هتقوم بده، السيده دي هتكون ايه؟ مرات الاب ولا الجده؟
نيجي للحاله النفسيه للطفل الاكبر شويه. زي ما التقرير الاولاني خالص اتكلم وجاب جده وعمه مشحونين جدا ضد الام، هل تضمني لي انه حاله الشحن السلبي تجاه الام دي ما تتنقلش للابن خلال فتره الاستضافه، والطفل يرجع نفسيته متغيره من ناحيه امه اللي هي الطرف الحاضن الاصيل؟ كمان مش بنراعي فكره انه في امهات كتير جدا زي ما قالت سياده النايبه وتفضلت بده، انه في دايما سبب غير معلن، سبب غير معلن، سبب خافي. قد يكون مثلا زي ما اتقال من بعض الامهات الحاضنات في بعض المداخلات في برامج تانية انه الاب بيكون مدمن، الاب بيكون، دي حالات فرديه يا جماعه، مش هنعمم ومش هنتهم انه الابهات كلها مدمنين وده مش حقيقي. القاضي لا يعطي الحضانه او الرؤيه لأب مدمن، غالبا غالبا الامهات بترفض الافصاح، الام اللي بتقول لك انا هرفض الافصاح عن ده لاني رافضه الاذيه ابني نفسيا، هي بتبقى مكسوفه، انه مكسوفه تقول، وفي النهايه انا لما اقول ايه، اقول على ابو ولادي مدمن، انا مش هقول ده حفاظا على سمعه ابنائي لانه لما يكبروا هيقولوا لهم. تخيلي بقى الام بتحافظ لحد ايه، شوفي ليه تفاصيل عندي كتير قوي. عندي كمان حاجه مش ملموسه، المسافات، الام في اسكندريه والاب في المنيا، ايه الطفل هيتفسح رايح جاي مرتين في الاسبوع، مره رايح ومره جاي، سفر 3 4 ساعات. في عندي حاجه تانية خالص ما حدش واخد باله منها، لو الام منزوع عنها الحضانه والاطفال في حضانه امها، هيبقى الطفل دلوقتي الام هتستضيف يومين والاب هيستضيف يومين، والطرف الحاضن اللي هو الجده سواء جده الاب او جده الام عندها 3 ايام. انا كده صنعت طفل رافض لبيئته ومجتمعه لانه حاسس انه مرفوض من كل البيوت. شخص واحد مش للاسره كلها. يعني لا انا بتكلم لو الاب غير حاضر. النقط دي الدكتوره سحر اللي هترد يعني عليها، بس استاذنكم معلش عشان الناس بس مستنيه، انا بقى لها فتره معانا عاطف. عايزين نكمل اصلا. حاضر عاطف. ايوه يا فندم حاضر. اتفضل يا فندم انت على الهوا. بص سيادتك انا عندي 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 بنتي اتطلقت. ايوه فندم. وطي التلفزيون استاذ عاطف. انا مش على التلفزيون. ايوه يا فندم بنتك اتطلقت وبعدين؟ وبعدين وهي واحنا حصل الطلاق، فقلنا هو احنا ناخد البنت مقابل نسيب العفش. نسيب العفش في مقابل اخد ال انت نازل عن القايمه يعني. نزلت عن القايمه عشان تاخد الطفله؟ مقابل تحتفظ ببنتها. عشان ناخد البنت. وفي الفترة اللي هي 3 شهور بتوع العدة البنت بقت تروح لهم وتيجي عندنا وعادي. تمام. وبعدين الفترة ديت حصل ان جت بعد 3 شهور اتجوزت البنت، بنتي اتجوزت. تمام. راح ابوها واخدها وقعدها سنة و10 ايام عنده ما ورانهاش خالص. هل انا دلوقتي بعد ما رفعت قضيه واستلمت البنت بمحضر وحاجات كده يعني بمشاكل عامه، جيت خدت البنت، هم رفعوا عليا قضيه باني انا ياخدوا مننا البنت تاني. تمام. في الحاله ديت انا فوجئت باني هو الولد اتجوز فسبتها، الواد اتجوز وامها اتجوزت وستها ام ابوها بتطلبها، هل من حق ستها ام ابوها تاخدها ولا ستها ام امها؟ لا ستها ام امها. ام امها. هو القانون بيقول كده. ام الوالده يا استاذ عاطف، مش ام الوالد، ام الوالده وفقا للقانون هي اللي تاخدها طالما هو اتجوز وهي اتجوزت. والشرع يا فندم. قانون وشرع. وشرع كمان. طيب امينه. معانا امينه. يا فندم. اتفضلي. معلش انا هقول القصه ببساطه جدا. انا ابني اتجوز واحده كانت يعني قريبه من 26 سنه، وطبعا كانت مستعجله جدا على الجواز، نحاول نطول فتره الخطوبه. لا أنا هي عندها كام؟ 29؟ لا كان عندها 27. كان عندها 27. لدرجه انها ما كانتش عايزه تستنى والدها ما يجي من بره عشان يحضر الفرح. بعد ليه يا فندم؟ مش فاهمه. قعدت 3 سنين ما خلفتش، بقت هتتكلم صحابي كلهم خلفوا لغايه ما خلفت، ما عادتش سنه وسادت البيت ومشيت وطلبت الطلاق. طلبت الطلاق عشان اسباب غريبه. كانت سمت محجبه وبعد كده قلعت الحجاب، هي بحيث ابني ما اعترضش،
بعد كده طب انا عايز اخد كورس لغه، عايز اخد كورس، ماشي يروحي ويجيب لها عربيه مخصوص توديها وتجيبها. بعد كده عايزه اصور بالليل، عايزه اتفضلي. بعد كده اتقلبت تماما طبعا، ده متوقع، وتحط صوري على الفيسبوك. هي بتشتغل ايه؟ هي بتشتغل ايه زوجة ابنك يا فندم؟ ما بتشتغلش، قاعده في البيت بس كل شويه تقول ايه اعمل ايه كده. وهو ما بيعترفش، يقول مش مشكله عشان ايه تلاقي حاجه تشغل فيها وقتها، يمكن قعده البيت مضايقاها. بعد كده انقلبت 180 درجه، ويقول لها بلاش صورك على الفيسبوك. اصرت ان الفيسبوك ومش الفيسبوك، واتطلقت بسبب الفيسبوك، وعايزه يا الفيسبوك يا 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 الطلاق. ولما جت تتطلق قالت مش عايزين يعني العقد، انا عايزه اقول يعني العقد. قالت له الفيسبوك هو انت يطلق. منتظره ان ملحمه تقول في مرات ابنها شعر؟ لا يا فندم لا معلش، هي بتستي تحكي تجربه. تفضلي يا مدام امين. كملي في تجربه حضرتك. كملي يا فندم. بعد كده لما حبت تتطلق، طيب تاخدي العفش؟ لا فلوس العفش. طب اتفضلي فلوس العفش. هتقعدي في الشقه؟ لا اخد شقه، لان هم طبعا في اسكندريه واحنا في القاهره، واهلها في اسكندريه. خدي يا ست، ما انها قاعده مع اهلها. ادينا لها فلوس كانت فيها اربع خمس سنين قدام شقه وهي قاعده مع والدها. ومع ذلك دلوقتي ما، وساعتها قلنا عشان يشوف ابنه. قعدت سنه ونص مش عايزه توريه له لغايه ما اتحكم له، مع انها كل الحاجات احنا بادينا بحسن النيه عشان الولد. قعدتنا سنه ونص ما نشوفوش لغايه ما اتحكم في الرؤيه، والحكم البطيء زي الموت البطيء بالضبط. تمام يعني. وبقينا ما القاهرة وما تقولش لجوزها انها في القاهره عشان ما يشوفش ابنه، وتعتذر وتقول انا عيانه، ولحد يتصاب بيها في القاهره هنا، ويجي يكلموا الولد يقول لهم هو بابا راح قراره. يعني هي بتقول الاب هيشحن الابن عليها، لا ده والام بتشحن كمان الابن على ابوه. ما هو انا عشان كده كنت عمر ما الاب هيشحن. اتفضلي يا مدام امين. وعمر الاب ما هيشحن ابنه على الام، لان احنا بنقدر قوي حكايه ان الابن قاعد مع امه، فلا يمكن هنزود همه بحيث ان احنا نكرهه امه، لانه قاعد معاها ادينا امر ادينا. بعدين درء المفاسد اللي بتتكلم عليه الدكتوره، رؤيه الاب مش درء مفاسد ابدا ابدا، ده بالعكس ده صله رحم، يعرف جده وجدته، وده اللي بينص عليه الدين. وبرده في طيب بمناسبه لا الام تتدرب ابنها ولا الاب يتدرب. شكرا يعني مدام امينه. هنعلق طبعا على المشكله بتاعت حضرتك، المشكله بتحصل كتير جدا. طب بس هي ليه ما رفعتش رؤيه وشافتهم؟ رفعت. طيب احنا بس بمناسبه راي الدين، احنا معانا على الهاتف الدكتوره امنه نصير، عضو اللجنه التشريعيه لمجلس النواب، عايزين نعرف رايها. دكتوره امنه صباح الخير. صباح النور عليك، وصباح النور على ضيوفك وعلى الشعب المصري. يا رب يوم النصر هذا والذكرى فيه ان احنا ننتصر على كل امراضنا النفسيه والاخلاقيه والاسريه. اصل النصر مش من نصر الحرب فقط، ده النصر على النفس وجهاد النفس. صحيح. اشد وامر من النصر من في الحروب. طيب دكتوره امنه، دلوقتي انا عايز اعرف راي حضرتك في هذه الماده. يعني انا شخصيا من اول يعني من اول الفقره وانا بتكلم ان انا مجنبه مصلحه الام والاب، وبفكر دلوقتي في مصلحه الطفل. حضرتك شايفه ان هذه الماده في مصلحه الطفل ولا لا؟ رايك ايه؟ يعني احب اعرف طبعا راي حضرتك. نبهيني على الماده، لان انت المواد كترت. اي ماده اللي عايزه؟ لا ماده الاستضافه الماده اللي عايزين نضيفها لقانون الرؤيه، ان الاستضافه تكون يومين او ثلاثه في الاسبوع. اولا لابد ان ندرك ان الحق سبحانه وتعالى وضح لنا الطريق الذي ينجينا من كل هذه المشاكل. الا وهو فامساك بمعروف او تسريح باحسان. تمام. ولا تنسوا الفضل بينكم. انا عندي ولا تنسوا الفضل بينكم هقف قليلا. اولا من حيث اللغط حول كلمة الاستضافة أو كلمة الرؤية، إذا لم ينصلح الإنسان المطلق والمطلقة بأسريهما، إذا لم تنصلح سلوكياتهم وقلوبهم وأدائهم، لا صلاح في أي قانون. اوعي تصدقي إن في قانون هيحكم اعوجاج البشر،
انما الذي اقوله لابد نحن الان اولا نصلح ما بانفسنا. الطلاق ليس نهايه الدنيا، وممكن يطلق الرجل والمراه ويبقى الود بينهما ولا ينسوا الفضل بينهما. وعلى الاسر وعلى الاعلام، واقول الاعلام واعنيه، انهم يتكلموا عن هذه القضايا، وتكلمت عنها اكثر من 10 سنين مضت مع المجلس القومي مع الدكتوره مشيره ربنا يوفقها. عندما كتبت هذه الامور، البعد الاخلاقي والنفسي والشرعي والانساني لابناء الطلاق في بيت الشقاق، متى نعرف هذه الابعاد ستنتهي كل مشاكل. ونتعلم الاتي، ان انا ابني لما يروح يزور، انا الحاضنه وابني رايح يزور اسره ابوه الغير حاضنه، ما ايه اللي يمنع ان انا اقول له حبيبي سلمني على جدتك او على تيتك او على نناتك، سلمني حبيبي على خالاتك، سلمني على عماتك. لماذا لا نتعلم هذه الاخلاق التي يؤكد عليها القران الكريم، ولا تنسوا الفضل بينكم. تمام. اذا لم نرسخ قانون الحق سبحانه وتعالى، اوعي تصدقي ان في حاجه اسمها قانون استضافه تصلح الاعوجاج. والله لو جبنا قوانين الالواح الرومانيه مع كل ما نتج من قوانين الارض، لاذا لم تصلح النفوس ونخرج من هذا الاعوجاج وهذه الحرب الدروس على مساله الطلاق، اسمعيني انا بقول لك خبره، لا صلاح ولا اتفاق. انا بحييكي طبعا على رايك دكتوره امل النصير عضو اللجنه التشريعيه لمجلس النواب، وبشكرك جدا وبصبح على حضرتك. حقيقه ان القانون مش هيربينا، القانون اللي اتكلمنا عنه وقلنا الدين، الثقافه، العادات والتقاليد. سنه 29 كانت زي 2017، ده اول حديثنا. تمام. في نقطه ثانيه مهمه، احنا بنتكلم بنقول استضافه لايا كانت بقى 48 ساعه، كل اسبوع او كل اسبوعين على حسب ما ترى. انا عايزه حضرتك بس تردي على النقاط اللي قالتها الاستاذ. ما انا هرد عليها، هي دي النقطه اللي هرد عليها. انا الطفل ده احنا بناخد سن معين، احنا بنتكلم على فتره معينه يعني. انا الطفل ده نام وبقى عنده 15 سنه 16 سنه، والاب قال انا عايز ابني، كويس، من حقه ان الطفل بلغ او بقى شاب دلوقتي، او البنت بقت شابه دلوقتي، ممكن تكاليف الزواج هتتعب والدتها قوي او كذا، فبيرجع تاني يقول لها ايه، هاتي لي الابناء، ابني او بنتي. طيب لما يروح يعيش مع ابوه، هل يكون غريب عن والده؟ وده ممكن يحصل باحكام. حضرتك شايفه ان ده، لا هي بتقول ان علشان يتعود على البيئه اللي والده عايش فيها، لانه كده هياخده بعد ما هيبقى دارس كويس بقى للسن. النقاط اللي انا بتكلم فيها هيبقى دارس الاب ونفسيته ايه، او الام ايا كان الطرف الاخر من الاسره، هيدارس العيله كلها سواء كانت العمات او الخالات او الجده او الجد او الاقارب او كذا او كذا، هيكون متعرف على الاسره عن قرب. هل هو موافق بعد سن 16 سنه او عنده 15 سنه إن او البنت انها تروح لتنضم الاسره دي ولا لا؟ القاضي هنا في الحاله دي بيسالها، هل انت يا ابني هتروح موافق ان انت تروح للطرف الاخر سواء الام او الاب تعيش معاه وتسيب الـ 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 المربي سواء كان برضو الام او الاب؟ احنا خلي بالك احنا بنتكلم ان هما الاثنين طرفين، سواء هنا كان الام والاب المربي او المحتضن، وسواء هنا الام او المربي اللي هو هيستضيف او هينتقل التربيه او الحضانه له. اوكي، اتفضلي يا استاذه جنات، اسمع رايك. نرجع تاني للطفل. والتشتيت بتاع الطفل موجود فين؟ هناخد من حاله الجد بتاع اللي اتكلم انه بنته اتجوزت وابنه اتجوز. بصي يا استاذه، عشان يبقى احنا متفقين، احنا كل اللي بنتكلم فيه بنتكلم فيه على صالح الطفل. الطفل حصل له تشتت من ساعه ما قال الطلاق، كلمه الطلاق حصل بس التشتت. يا دكتورة، هي بس الاستاذه جنات ضد الاستضافه، هي مختلفه مع حضرتك في النقطه دي. لا، هي الرؤيه موجوده. اتفضلي يا استاذه، واحنا عايزين الرؤيه تكون ليها شكل قانوني محترم يليق بالطفل وبالوالدين. طيب، هي طب خلاص، هي دي انا اعتبر ان الماده دي شكل الرؤيه. دي الفلسفه. اتفضلي يا استاذه جنات، اتفضلي يا فندم. طيب انا هكمل واعلقه والله يعني. طيب، الفكره هنا في انه الطفل هنا ما عادش عنده بيت. الجد اللي قال انه بنته اتجوزت وطليقها اتجوز، الحضانه سواء كانت مع ام الام او ام الاب،
هل بقى من حق الام تستضيف يومين والاب يستضيف يومين؟ ما انا عندي حالات، انا مش هفصل القانون يا جماعه على قد حالات بعينها، انا عندي قصور في موضوع الرؤيه، وهي احسن اماكن الرؤيه، ازود ساعات الرؤيه، لكن في النهايه ده عندي التعديل اللي انت طالباه مش كده؟ ايوه ده وده اللي احنا بنقوله في الاخر هتلاقينا متفقين على هي بتقول احسن المكان بس ما يبقاش ان عندي اتفاق المذاهب الاربعه على انه المبيت يكون في بيت الحاضن. كلمة حاضن يا جماعة جاية من حضن، انه المحضون حقه يبات في حضن محضنته. انا دلوقتي لما الام الجدة عايزة تستضيف يومين ومرات الاب هتاخده عندها يومين، في النهاية الام بقت حاضن ولا حاضن استضافة واحدة بس؟ استضافة واحدة يا فندم. طب يعني في حالة انه مش الاب يستضيف يومين والجدة يومين، لا هو الاب يستضيف يومين. انا فاهمة في اليومين دول يشوف الاسرة بتاعت الاب كلها مثلا. طيب أو يا فندم اكمل، والله انا فاهمة وقارية القانون بدل المرة 10,000. هنا في عندي حالات تانية ما ينفعش افصل عليها قانون، وهي انه لا الام حاضنة ولا الاب حاضن، الطفل هنا الاستضافة هتكون من حق مين؟ انت عايزة مثلا هو انا هفصل على سبيل المثال مثلا هو عند الجدة للام، الطفل الحضانة بتاعته عند الجدة للام، والام في متجوزة في محافظة تانية. طيب. هل بقى في الحالة دي لا الام هي اللي تنتقل؟ بس هنفسر لبعض ببساطة خالص، هي الطفل زي ما تقصد. انا هكمل والله انا هكمل. طب اتفضل انا بجاوبك على السؤال اللي انت قلتيه. ما انا في اسئله كتير لو حضرتك جاوبتي على كل سؤال هنقع. براحتك لما تفضلي قولي لي وانا اجاوب لك اللي انت تحت امرك. اتفضل. انا هرجع تاني لمساله نفسيه الطفل ورفضه وفكره انه يكون مرفوض وما عندوش بيت ساكن فيه. هرجع لطفله مش عايزه، هي اللي رافضه، الام بتوديها وتعالي روحي بيتي ليله مع بابي، فالبنت تيجي تقول طنط لو سمحتي انا مش عايزه ابات عند بابي علشان بنت مرات بابي خدت سريري وبيفردوا لي سريري شغاله، وانا بتكلم على شريحه تانية معينه. اب رافض يشوف ابنه في الرؤيه، انا عندي قصور في موضوع الرؤيه، اغير اماكن الرؤيه، احسن من اوضاع اماكن الرؤيه، ازود ساعات الرؤيه، بس في النهايه يكون الطفل بينتهي بيه المطاف في بيت محضنته. أوكي. او في بيت الحاضن سواء كان الحاضن ده الاب او الام. في النهايه كمان انا عندي اباء غير امناء على اطفالهم يا جماعه، انا عندي امهات متمرمطين في المحاكم علشان ما يسمى بالنفقه العلاجيه اللي بتاخد في الحكم بتاعها ما يزيد من 6 لـ9 شهور واحيانا بتعدي سنه، يكون الطفل مات في ايد امه، يعني بعيد الشر عن كل الابناء. طيب. في النهايه عندي اب طول الوقت بيلوي دراع الام بانه ما يصرفش على المدرسه والعلاج انت مهتم انك تشوفه ولا مهتم انك تاكله؟ مهتم انك تشوفه ولا مهتم انك تكسيه من برد؟ مهتم انت مهتم بايه؟ انت بتلوي دراع الام بايه؟ بالعلاج مره، بنفقه الدراسه مره، بنفقه اللبس والكسوه الصيفيه او الشتويه مره. في النهايه انا مش فاهمه الاباء اللي مصرين على انتزاع الابن من حضن امه في حين ان هم بيرفضوا الاستضافه، في طفله عمرها 4 شهور ابوها يبعت لامها انذار على يد محضر، انا مش دافع غير مصاريف مدارس حكوميه، هي 4 شهور هي بتقدم لها مدارس امتى؟ طيب. انت طول الوقت بتبيت سوء النيه ليه؟ طيب ننسى شويه موضوع ان الطفل سلاح يا جماعه ويحترم. تعالوا بقى نسمع راي محمد، معانا محمد من الدقهليه. محمد معانا؟ الو. عايده من الجيزه؟ عايده معانا؟ طيب اكرام. الو السلام عليكم. عليكم السلام، اتفضلي يا اكرام. انا بشكرك طبعا على البرنامج الجميل ده اللي بيثير قضيه جامده يعني. شكرا ليكي، بس علي صوتك لو سمحتي. حضرتك انا عامله خلع يا فندم لجوزي، طلقت من 2008. من 2008 وبعدين؟ ما بيدفعش نفقه لاولاده خالص، طبعا متنازله انا عن كل حاجه، بس هو ما بيدفعش نفقه لاولاده، فاضطريت ان انا اخدها من بنك ناصر. فبنك ناصر عايزين نتكلم على الجزئيه دي كمان. دلوقتي بيدور عليه عشان يدفع المديونيه بتاعته، حتى انا الايام بيجي يشوف ولاده كل حاجه ما بيدهمش جنيه. فهو دلوقتي مش عايز يدفع المديونيه اللي عليه، وعايز انا يعني البنك دي من ضمن ال 87% اللي هي القضايا للنفقه. 87% انا مش عارفه يعني قضايا للنفقه. هو بيشوف ولاده كل حاجه رؤيه وكل حاجه بيشوفهم بره، بس ما بيصرفش عليهم في حاجه خالص، لا ملابس ولا مدارس ولا اي حاجه. مدارس ولا اي حاجه ولا علاج، بس بيقابلهم بيشوفهم عادي. طيب. انا مش عارفه اعمل ايه في القصه دي بالظبط يعني.
طب تمام، تابعينا كده مدام اكرام. دكتوره سحر، يعني انا في نقاط كتير عايزين نرد عليها بتسلسل، هنتفق على نقاط معينه. ايه هي؟ ان انا من اول حدوث الطلاق فهناك تشتت الاسره، واول واحد بيتشتت وبينضر هو الطفل، ده اكبر ضرر على مستوى الاسره، الطفل بينضر، ده رقم واحد. رقم اتنين، انا الطفل بالنسبه لي بيكون صفحه بيضاء مضيئه ما فيهاش اي خدوش خالص. انا كأم كأب بنبتدي مشاكل مع بعض بتصدر سطور سوداء في هذه الصفحه، ما حدش يتخيل ان الابن ساكت. الابن هو مخزن للمشاعر والاحاسيس الصامته التي لا يستطيع ان يعبر عنها في آنها، لان ممكن بعد كده اللي يكبر ويفتكر يسترجع المشاعر السلبيه دي كلها ويبتدي يتكلم ويفتكر ويقول اه ده انا لما كنت صغير، يحكي لاولاده كان حصل كذا وموقف كذا في المحكمه، كان القاضي بيسالني تقعد مع باباك ولا تقعد مع مامتك، كان في كذا كان في كذا. ليه؟ انا عندي دلوقتي صندوق ابيض خالص ما فيش اي حاجه، بيبتدي يخزن مشاعر سلبيه سيئه، مواقف اجتماعيه سيئه، أمور لا يدركها ولا يستطيع أن يفصح عنها بلسانه. تمام؟ لو الأب والأم والمجتمع نظر للطفل النظرة دي هنقدر إن إحنا نشعر بالطفل. دي نقطة. النقطة الثانية اللي إحنا بنتكلم عليها إن دي التالتة بقى، إن إحنا نبتدي نقول إيه؟ لما نيجي نفسر الأرقام اللي أنا قلتها في الأول، لما قلنا 9 مليون طفل في أسر منفصلة، لما قلنا 87، يعني الأخت المداخلة الأخيرة اللي هي في حال الطلاق والزوج لا يصرف عليها، دي من ضمن ال 87% قضايا نفقة. قضايا نفقة النهاردة أنت انفصلت عن الأسرة، تخليت عن الرجولة، تخليت عن الشهامة، تخليت عن العادات والتقاليد، تخليت عن مسؤوليتك أمام الله عز وجل قبل أي شيء في الدنيا، أن أنت ليك التزامات شرعية على الزوجة، ليك التزامات أن أنت تصرف على الأولاد، في نفقة على الأولاد، في اتفاق، في قايمه بتبقى موجوده. انا لسه عندي لغايه دلوقتي، انا عندي حاله مجتمع محترم جدا، فالزوجه قالت له انا ممكن يعني اجيب لك الاولاد، فابتدت تجيب للاولاد يوم من الصبح لغايه اخر اليوم، وتجيب الاولاد بالعربيه توديهم لغايه البيت الثاني مع مرات الاب، وتسلم الاولاد بايديها ولد وبنت، وتسيبهم لاخر اليوم وترجع تاني تاخدهم بعربيتها وتروحهم. كويس. القضايا شغاله، هي قالت انا عايزه حقي كالنفقه، نفقه المتعه، القايمه، الحقوق الشرعيه المفروض ان هو يديها لها. طبعا ما ادهالهاش، فابتدت ترفع قضيه. خلاها بقى اخر مره جايه زياره للاطفال، وجابت الاطفال ليه؟ علشان يقضوا يوم. اخذ الاطفال 3 شهور، 3 شهور اللي هم الصيف، اخذ الاطفال واختفى بيهم داخل جمهوريه مصر العربيه. هي خلي بالك في نقطه مهينه جدا بقى، ان السيده اللي هي الحاضنه للاطفال لازم تروح قسم الشرطه عشان تجيب امين شرطه، وتروح الشؤون الاجتماعيه كل يعني يوم 3 علشان تجيب الاخصائي الاجتماعي او الاخصائيه الاجتماعيه اللي هي ماسكه الاستضافه المسؤوله، وتجيبهم بعربيتهم. ده انا بتكلم كده على مستوى راقي قادر، انا لسه ما نزلتش المستوى اللي اقل من كده. وتروح كل يوم 3 تخبط على البيت قدام الجيران، تسال على الزوج، تسال على الاسره، موجودين مش موجودين. تمام. لمده 3 شهور. الشرط عليها ايه بقى؟ اشوف القصه، يعني هو الشرط عليها ايه؟ انا هرجع الاطفال، بس تنزلي لي عن القايمه بتاعتك وعن النفقه وعن كذا وعن كذا وعن كذا. طيب هسمع بس يا استاذه جنات، بس معانا بس تليفونات. عزت من القاهره. صباح الخير يا استاذه مها. صباح النور، اتفضل يا استاذ عزت. تحياتي لحضرتك ولضيوفك. انا بس ليا تعقيب، انا موافق جدا على الكلام اللي قالته الدكتوره امنه نصير. مش بالقوانين هنصلح حال الزواج والطلاق في مصر. ايوه. دلوقتي انا عايز اسال، هل القانون المقترح او الكلام اللي هو بيتناقش هيقلل نسبه العنوسه في مصر؟ هيقلل نسبه الطلاق في مصر؟ هيزود نسبه الزواج في مصر؟ احنا بنناقش تفاصيل لحاجات بتحصل نتيجة اسباب لازم يبقى فيها تصدي، على اساس نعرف هي ايه المشكلة، هو ليه زادت نسبة وحالات الطلاق. في حلقة من حلقاتك كنت مع مستشار نفسي او بتتكلموا على حالة الطلاق وكم دقيقة بتستغرقها حالة جديدة بتدخل حالات الطلاق. انا بعاني العرض
انا عمال بعالج العرض، بشوف ايه اللي هو موجود. الاسباب اقتصاديه، الاسباب اخلاقيه، الاسباب تربيه، الاسباب حاله مجتمعيه. يا جماعه لازم يبقى في تناول كامل وشامل، تغيير لثقافه المجتمع عامه. يبقى انا النهارده لما اجي اغير ثقافه المجتمع مش هغيره بقانون، لازم يبقى فيه حاجه اللي هي لو هي سياده النائبه بتتكلم على الحوار المجتمعي يا فندم اللي انا وانت بنتكلم فيه دلوقتي، هو ده اللي هيؤدي للايجابيات ونشر ثقافه ايجابيه في المجتمع. 2016 هو كان في نسبه طلاق قد ايه وزواج قد ايه سنه 29؟ ولا كان في الكلام ده ولا في الحاجات دي؟ لازم اعرف ايه الاسباب اللي وصلنا للحاله دي، وبعدين نتصدى ليها بحلول وتشريعات وقوانين وجهود والحاجات اللي هي تبقى موجوده عشان ما يبقاش عندنا مشكله. تمام يا فندم. يا استاذه ما شكرا. استاذه عزت معانا مي من اسكندريه. السلام عليكم. عليكم السلام، اتفضلي يا مي. لو سمحتي بصي، انا مطلقه. بس قبل الطلاق كان جوزي خد مني ابني وكان عنده 4 شهور وخده وما اعرفش حاجه عنه، وخدت حكم من المحكمه ان انا اخد الولد، بس نفذي الحكم. يدوني ميعاد ومن دايره لدايره، وطبعا هو سهل قوي ان هو ياخد الولد من بيت لبيت 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 لبيت. هل دلوقتي لو القانون ده اتطبق وخدوا استضافه، هما الرجاله بيقولوا ياخدوا الضمانات اللي هما عايزينها، بس القانون عندنا ما بيتنفذش. جميل قوي الورقه اللي خدتها، الحكم اللي معايا جميل قوي، بس هعمل بيه ايه؟ في ثانيه الولد بيتنقل من بيت لبيت، من دايره لدايره، عشان انا انقل الحكم من دايره لدايره واروح القسم اخد قوه من اول وجديد، يكون الولد في 5 دقائق بالعربيه في حته تانيه. تمام. هل القانون ده ينفع؟ يعني يعني احنا والدنا على عيالنا اكتر من كده ايه؟ القانون ما هو القانون ده مفعل المفروض انه، ما هي ما خدتش الولد، مش واخده حكم وما خدتش الولد. طيب محمد من القاهره. الو. ايوه يا فندم. اتفضل يا استاذ محمد. صباح النور. والله يا فندم انا كنت عايز بس اشارك برايي في موضوع قانون تعديلات قانون الاسره الجديد ده. اتفضل. اي فندم اتفضل. بص يا فندم، انا كيس كده، انا منفصل عن مراتي من 2010، وانا يعني قبل الانفصال كانت زوجتي بتاخد الولد وتقعد عند والدتها الله يرحمها على طول والكلام ده كله. المهم ما حصلش نصيب وانفصلنا وحصل خلع، وبتاخد كل حقوقها عن طريق مرتبي دايركت، وجينا موضوع الرؤيه فتحدد يوم الجمعه من 2 الساعه 2 الظهر، بس اي لا خلع وقلنا اوكي وكان في حل سلمي. سياده النائبه عندها ليك سؤال بس يا استاذ محمد. حضرتك يا فندم يعني خلع معناها انها ابرأت حضرتك من جميع المستحقات. حضرتك بتدفع لها نفقه ازاي وهي عامله خلع؟ نفقه الطفل. يبقى ما تقولش بتاخد كل حقوقها. نفقه الطفل يا فندم للحاضن، هل الحاضن هي ام الزوجه؟ يبقى ام الزوجه هي اللي بتستلم النفقه. بتاخد نفقه بتاخد نفقه الطفل. الحضانه طب اتفضل ما يقولش يقول بصرف على ابني مش بديها حقوقها. ايوه 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 يا فندم احنا يا فندم وضح لنا بس من حضرتك بس. ايوه اتفضل اتفضل يا استاذ محمد. ايوه ايوه معلش معلش انا اول مره اتكلم في التلفزيون. لا ولا يهمك يا فندم اتفضل اتفضل. خلاص فمره واحده انا بقيت في ميعاد الجمعه اشوف ابني يوم الجمعه، الولد تعبان، الولد مرة واحدة يوم الجمعة الولد اشوف الولد تعبان، الولد مش هيقدر ينزل النهارده اصل مش عارف الجو مش عارف ايه الكلام دوت، بقيت اتوسط لاخوها عشان اشوف الولد بمواعيد. طيب بعدين طب خلاص مرة بقينا رجعنا شفنا الولد بانتظام تاني. هي مودي كل ما يكون عندها حاجة تروح جاية يعني قافلة من ناحيتي في رؤية الولد. الولد عنده 9 سنين دلوقتي، انا شفته بالظبط يعني قولي 15 مرة في 9 سنين. طب أنا هستأذن حضرتك بس أسألك سؤال، هو مش الرؤية بتكون في مكان رؤية وفي إثبات إنه الأم الحاضنة ما جاتش، ليه حضرتك ما بتثبتش ده عند مشرف الرؤية وترفع عليها قضية لنزع الحضانة لو اللي حضرتك بتقوله حقيقي، والقاضي له سلطة تقديرية إنه لو الحاضن ما بتنفذش الرؤية بينزع عنها الرؤية لفترة مؤقتة، وهي كمان والدتها متوفية زي ما حضرتك قلت، يعني الحضانة هتتنقل يا الأم حضرتك يا لحضرتك مباشرة. ففي أنا حضرتك حاجه، احنا
اتفضل استاذ محمد معانا. يا فندم هقول لحضرتك حاجه، دي اصلا في الاول والاخر بنت خالتي، في الاول والاخر انها بنت خالتي، فاتفقنا ان احنا موضوع الرؤيه دوت يبقى ودي. انا واخد حكم، بس متفقين ان هو ودي. أوكي. مره واحده الكلام ده يعني حضرتك هي بنت خالتك ومع ذلك اصريت على انه التسريح ما يكونش باحسان لدرجه ان هي تضطر ترفع خلع، وان هي تضطر تاخد احكام بنفقتها وتتنازل عن حقوقها. ايه المرار اللي كانت عايشه فيه لدرجه انه تجبر صله الرحم بنت خالتك دي؟ يعني من ارحامك يا فندم، يعني حتى في الحاله دي التسريح ما كانش باحسان. يعني هي لو جت واحد غيرك كنت انت وقفتها. اسمع طيب الاستاذ محمد، اتفضل يا استاذ محمد رد. استاذ محمد يا فندم، هي اللي رفعت قضيه الطلاق على طول، كان باحسان ورفعت قضيه الطلاق على طول. فين الاحسان؟ رفعت قضيه الطلاق على طول، رفعت خلع على طول مش طلاق، ما كانتش كارهه العيشه، مش عايزه تعيش معايا. طب حضرتك التغير بعد اذنك، التغير من اثناء الرؤيه واخد ميعاد وتوصيه الاخ عشان تشوف ابنك، هل التغير ده انت عارف سببه ايه؟ يعني هم اتغيروا من ناحيتك بسبب ايه؟ اتقلبوا فجاه ليه يعني يا استاذ محمد؟ معانا دي مشاكل اسريه مالناش دعوه بيها. طيب هاخد دينا، دينا من القاهره. هو مش لا انا عايزه لا لا لو سمحت حضرتك حاول تبعت لنا طب بقيه المشكله لا عشان في عندي المكالمه من بدايتها من وقت ما سياده النائبه لقطت التناقض في جمله اديتها حقوقها وخلع وبعد كده بدفع. انا عشان كده بحب اسمع الناس كلها كميه التناقضات اللي بتتقال في مكالمات الاباء. طيب دينا اسمع دينا. طيب دينا ايوه صباح الخير. صباح النور، اتفضلي يا دينا. دلوقتي انا ضد قانون الاستضافه طبعا. ضد بالنسبه احنا عندنا مشكله في موضوع الرؤيه. احنا ما عندناش مشكله في موضوع الرؤيه، انتوا زودوا ساعات الرؤيه على قد ما تقدروا، ما عندناش مشكله، بس ولادنا يفضلوا تحت عينينا ويباتوا في حضننا اخر اليوم، ده نمره واحد. تمام. نمره اتنين، يا ريت لو سمحتوا يتعمل دراسه للحالات، لان لو اتعمل دراسه لحالات الطلاق ليه الام رافضه ان هي تعمل استضافه، صدقيني حالات كتير قوي الاب هيبقى باين فيها ان هو بني ادم غير مسؤول، وساعتها يعني مش هيتحكم له بموضوع الاستضافه ده. يعني مثلا في حالتي انا الاب عندي الجو يعني عمل علاقه مع مرات صاحبه، تمام، مرات صاحب عمره، والعلاقه دي قعدت سنين، لا انا ولا جوزها نعرف، وكنا بنخرج مع بعض عادي وكده، هو عجبها وقررت ان هي تاخده بس تبعد عني وعن ولادي. لا هي ما بتفكرش كده، هي كانت تعتبر صاحبتي، فاللي هو ايه لا يشوف ولاده تحت عيني غير كده، لا ده هي بتقول اوكي. انا رفضت، قلت له انت عايز تشوف ولادك، انا على فكره انا مطلقه من 4 سنين، اول سنتين مشيت الامور ودي، خليته يشوف ولاده وقت ما هو عايز، كان بياخدهم ويبات بيهم، لما ابتدى هو اتجوزها وبيخرج بولادي معاها قلت له لا انت تشوف ولادك اوكي، انما هي بقى اتطلقت من صاحبه واتجوزته. نعم، طلعت من صاحبه واتجوزته. قبل ما انا اتطلق ب3 شهور بالظبط، عشان العده تتظبط يعني والدنيا تبقى تمام اوكي. فانا قلت له انت تشوف ولادك على عيني وعلى راسي، كان بياخدهم يباتوا معاهم، كان ساعتها ابني سنه وبنتي 5 سنين. هو رفض، قال لي لا دي احسن منك وهتقعد معانا، قلت له لا يا حبيبي. اضطريت بقى ساعتها قلت له عايز تشوف ولادك، روح بقى ارفع قضيه رؤيه. اوكي، اتحكم له في الرؤيه بعدها بسنه، الرؤيه من 4 ل7، انا كنت بقعد ولادي معاه في الرؤيه من 4 ل10 عشان ما عنديش مشكله ان هو يقعد مع اولاده ويرتبط بيهم. كنت بخرجهم مره اكسترا وسط الاسبوع معاه، يروحوا ماكدونالدز او اي مكان كده. اوكي. ففي مره بنتي بتطلع من الاوائل على مدرستها، فبقول لها يا جوجو قولي لبابي ان احنا مش هينفع نروح الاسبوع الجاي عشان خاطر مذاكرتك، واحنا في ماك في ماكدونالدز. يوم يقول لها ايه؟ مامي تكتب لي الكلام ده في ورقه وتمضي عليه. عشان ياخده يوريه المحكمه وانا مخرجاهم معاه ودي. ده يبقى بني ادم ناوي خير او ناوي، انا عملت حاجات كويسه كتير قوي عشان خاطر مصلحه ولادي. الاب ده ابني مره وقع على عينه، انا ساكنه على فكره في بيت عيله وعيلته معايا ضده، يعني اهل ابوهم معايا ضد عمايل ابوه. تمام مظبوط. ابني يوم ما وقع وكانت عينه هتروح، ابن عمه كلمه قال له ابنك حصل كذا كذا كذا، ودوه انتوا للدكتور انا مش جاي. اوكي؟ انا بقى ينفع مرات باباهم بتتصل بيا صراحه كده تقول لي زي ما فضحتيني انا هحسرك على اولادك، بنتك اللي انت فرحانه بيها وبتطلع من الاوائل انا هحسرك عليها. انا بقى ازاي اودي ولادي باتوا عند واحده زي دي؟ ازاي؟
يعني انتوا قولوا لي ده يبقى اب مسؤول او اب محترم او اب ينفع انا لو ذكرت كل ده قدام القاضي يلغي لها الرؤيه خالص. ما هتذكر ما هي ذكرته قدامنا اهو. لا لا لازم يبقى فيه حضرتك يا فندم مع كامل الاحترام. لا انا لازم اديها تقديرها مع كامل الاحترام ليكي. انت انسانه عظيمه ضحيت ان انت تتجوزي تاني عشان اولادك، ضحيت بعمرك كله عشان اولادك، استحملتي الصدمه اللي حصلت لك. طبعا انا مقدره جدا الحاله النفسيه والاجتماعيه وان انت تتعرضي لصدمه نفسيه من زوجك ابو اولادك كما رويت الحكايه طبعا او القصه اللي حضرتك قلتيها. فاحنا طبعا مع كامل الاحترام والتقدير ليكي والمشاعرك والاولادك ان حضرتك لو ذكرتي كل اللي انت ذكرته لنا النهارده امام القاضي، القاضي يمنع ان الاطفال يكونوا عندهم يعني في خطوره عليهم في رؤيه فيها اقامه في خطورة. لوجود خطوره على الابناء سواء كانت بقى الاضرار هتكون نفسيه او اجتماعيه او الاولاد نفسهم رفضوا ان هم يكونوا ينفذوا الرؤيه. طب انا هقول لكم دينا وامثال دينا بيرفضوا ليه يلجأوا للمحاكم زي ما سياده نايبه بتقول. لانه في النهايه الشهود بتوع وقائع دينا اللي بيعملوه مرات الاب او التلقين اللي بيقوله الاب او دينا حتى معها اسره الزوخه. خلي بالك دي نقطه قويه ومهمه جدا. انا بتكلم عن الاول يعني تصرف كان في الاول التليفون اللي جه وقال له ابنك تعبان وما جاش قال له اكشف عليه. ده مش عن حاله يا جماعه، ده ممكن ده حالته سهله جدا. طيب انا بتكلم عن الف دينا، الف دينا بتكلم عن ربع مليون دينا في المحاكم السنه دي بس 87% فعلا. هي دي النسبه اللي موجوده حاليا 87% من وقابله للزياده. انا لا 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 انا بس عايزه اكمل يا جماعه. انا اتفضلي يا جنات. يعني الحالات بتاعه ضرب الامهات، الحالات بتاعه تلقين الابناء ضد امهاتهم بيكون الشاهد الوحيد فيها هو الابن. عشان كده الام الطفل الام بتمتنع، الأم بتمتنع تمتنع وهي وتقبل العنف على نفسها وتقبل القهر الواقع عليها طول الوقت من كل المجتمع ومن الأسر ومن الشارع ومن الإعلام ومن القوانين التمييزية اللي احنا قاعدين بنناقشها دلوقتي. في مقابل إنها ما تدخلش ابنها محكمة عشان يقول كلمة تسوء لأبوه، لأنه الطفل نفسيته هتتأثر وهيفضل مستمر معاه ده في ذاكرته مدى حياته. فالأم هي الأكثر حفاظا على نفسية طفلها، الأم هي الأكثر حفاظا على تعليم أبنائها، الأم الأكثر حفاظا على صحة أبنائها. يعني زي ما بعض الآباء بيطالبوا بأنه عايزين يجي يبات في حضننا يومين، اطمن الأول أنه بقيت الخمس أيام واكل وشارب ومتدفي. تمام. فأنا عندي حالات طيب. كتير جدا زي دينا. أنا مش هاخد مقياس بحالة واحدة. دينا كتر ألف خيرك، عندي 10,000 دينا كل يوم في المحاكم بيعانوا من نفس المشكله، مش قادرين يثبتوا وقائعهم لانه مش هيعرضوا ابنائهم لدخول المحاكم والاستشهاد بيها. وده رساله من الامهات فعلا، لو القانون ككل هيتعدل يا ريت يا ريت يا ريت يا ريت استبعاد شهاده الابناء في المحاكم وعدم أنا دخول. باكد لحضرتك ان الاغلبيه بتتكلم بتقول ايه. طبعا انا سعيده جدا بالحوار المجتمعي اللي احنا فيه النهارده والحوارات اللي ويا ريت الحوار اللي هيتعمل في المجلس حضراتكم بس معانا تستضيفوا الامهات الحاضنات اللي هيقع عليهم الضرر لو استنيه بقى لها كتير. استاذه جنات لما الاستاذه سهير الحادي قررت ان هي تستضيف الاباء بس كل يوم والتاني صور الاباء موجودين في قلب مجلس الشعب. ما اعرفش نحاول نتصل بالاستاذه سهير الحادي. طيب يا جماعه لو سمحتوا معانا احمد من اسماعيليه. السلام عليكم. ايوه يا احمد اتفضل. ازي حضراتكم؟ الحمد لله. بعد اذن حضرتك تديني بس المساحه الكافيه ان انا اوصل وجهه نظري. طب علي صوتك شويه. حضرتك انا بالفعل معايا عقد اتفاق بيني وبين الحاضنه ان انا استضيف بنتي لمده يومين كل اسبوع. تمام. والعقد ده عملناه باتفاق. معاك عقد؟ معايا عقد اتفاق استضافه بنتي لمده يومين. اتفاق بيني وبين الحاضنه نفسها يا فندم. ده مسجل في الشرع العقاري يا فندم؟ ده حضرتك معمول مسجل في جلسه تسويه، في جلسه تسويه في المحكمه نفسها. في المحكمه. ايوه يا فندم اتفضل. تمام يا فندم. وبعد ما حضرتك ما عملت العقد الاتفاق ده ووقعت وبصمت عليه طبعا كنا عايزين نخليه بصيغه قانونيه. فرفعت قضيه بحيث ان انا يتحكم لي بشكل قانوني عشان هي تضمن حقوقها. تمام. وانا اضمن حقوقي. طب حضرتك ما سجلتوش في الشرع العقاري على طول ليه؟ حضرتك انا بقول لحضرتك معمول في جلسه تسويه فيها خبير نفسي وخبير اجتماعي. تمام. اكتر من كده يا فندم؟ اتفضل. طيب اتفضل. تمام يا فندم؟
ما هو في المحكمه يا فندم. لما حضرتك رفعت قضيه كمل يا استاذ احمد لو سمحت اتفضل. لما حضرتك انا رفعت القضيه القاضي حكم لي فيها برؤيه 3 ساعات على الرغم ان الحاضنه نفسها موافقه يا فندم. تمام. وكتب في اسباب الحكم ان يعني مفيش قانون ولا تشريع ينظم هذه المساله. يعني انا الام تمام اللي هي الحاضنه موافقه ويقف القاضي عاجز ان هو اصلا يوافق لي الطرفين. حضرتك وحضرتك تمام. طيب في نقطه ثانيه تحياتي ليك ان انت بتتفق مع الام بالتراضي. طيب بص يا استاذ احمد هو طبيعي، هو مش حكايه عجز، هو طبيعي انت القانون عندك بيقول كذا كذا، هو طبيعي القاضي هيحكم كده لان ده اللي بينك وبينها ده عقد والقاضي ملوش دعوه باللي بينك وبينها. القاضي ليه دعوه بالادله اللي قدامه. مستند حضرتك من جلسه التسويه بيثبت ان الام نفسها ايه المانع ان انتوا تنفذوا بشكل ودي؟ يعني في سؤال ايه المانع بدون اللجوء الى القضاء ان حضرتك تنفذ بشكل ودي؟ اتفضل. هقول لحضرتك على حاجه. دلوقتي موضوع الود اللي حضرتك بتتكلموا عليه انتوا بتتكلموا مع 2 منفصلين تمام؟ حتى لو احنا برضو اسوياء وملايكه في نفس الوقت برضو اكيد في وقت ما هيحصل مشاداة، هيحصل زعل، هيحصل أي حاجة ماشي تخلي في النفوس تتغير. يعني حضرتك مع الاستضافة يعني حضرتك مع الاستضافة. حضرتك. طيب صوتك وصل الأستاذ أحمد شكرا. معانا مريم من الجيزة. أيوه مساء الخير. إزيك يا مريم اتفضلي. تمام الحمد لله. أنا أولا ضد جدا قانون الاستضافة دوت. أنا مع ممكن يزودوا لو عايزين ساعات الرؤية ما عنديش مشكلة. لكن واحد ما كانش امين على بيته لمده كام سنه اكيد مش هيبقى يعني امين على بنت. انا عندي يشوفوا الاول قوانين الست الاول، يدوا حقوقها الاول في البلد دي، وبعد كده يدوروا على حقوق الرجاله. الرجاله واخدين حقهم في نفقاتهم، بيدوا ربع مرتباتهم وعايشين حياتهم احسن. تلاقي المرتب بياخدوه بيرعبوا بيه وبيتلاعبوا بيه وبتحصل مشاكل قد كده اهو. طب ما يشوفوا الاول حق الست بعد كده يدوروا على حقه هو. ده رقم واحد. رقم اتنين، اسرته بقالها بسنين ما بتسالش على البنت ولا عارفين عنها حاجه. دلوقتي هتحلى بقى في الاستضافه؟ ما انتوا كده كده بايعين البنت وبايعين القضيه. هما ما بيسالوش على البنت خالص ولا انت اللي ما بترضيش؟ لا انا برضه، بس هما اللي ما بيحبوش يسالوا. او بمعنى اصح البنت كانت فيها بما فيها يعني من دواء وتعب وعلاجات ولا كان بيهمهم. ولا كان بيهمهم. دلوقتي بقى هيهمهم عشان يعملوا ايه؟ فهمت. عارفه هيعملوا ايه؟ هتتنازلي عن حقوقك في كل حاجه، هنسيب لك الاستضافه ومش هناخد البنت وخليها لك مش مهم. لكن دلوقتي هيبتدوا يلعبونا في حاجات ثانيه. فالبنت في حضني ليه ارميها بره؟ ليه؟ وارميها في وسط ناس اهل كلهم الشباب واللي عندهم ولادهم شباب وفي سن مراهقه، اروح ارمي في وسطهم بنت بريئه يبهدلوها لي؟ ليه؟ 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 وعشان ايه كل ده؟ ما يدوروا على حقوق الام الاول اللي هي اصلا ضايع حقوقها في البلد دي، وبعد كده يدوروا على حقوق الراجل حقوقه يعتبر اللي بيتجوز مره واثنين واربعه وخمسه ومحدش بيتكلم معاه. لكن البنت الوحيده دي لو اتاخدت مني ولا اتبهدلت بره، ولا حد هيجيب لي ولا يبص عليا ولا هيقول لي فين حقك. تمام شكرا يا مريم. حضرتك في الحاله دي، في الحاله دي يجب مراجعه جميع المواد التي ينص عليها قانون الاحوال الشخصيه وتعديلها بما يلائم ويحقق العداله للطرفين. تعالي نتكلم لجميع، انا بتكلم في ماده واحده، نتكلم على جميع. اما يبقى عندي احد منسقي الحمله اللي مقدمه القانون مع النائبه سهير الحادي بيدفع مدير بنك وراتبه فوق ال 11000 جنيه وبيدفع نفقه لطفله 300 جنيه وبيتفاخر بده جدا ويقول وايه يعني، هو انا عندي عيل عنده 2.5 سنين هياخد ايه غير شويه زبادي؟ اما يبقى عندي 300 جنيه ممكن يعيا بس كده. يعيا ايه يا فندم؟ روح يكشف على باكت البامبرز بكام يا جماعه؟ يعني حد يقول لي كده سعر البامبرز النهارده كام؟ دي ابسط حاجه بيستخدمها الطفل الرضيع يوميا. يقول لك ابني هياخد ايه غير شويه زبادي وشويه سيريلاك؟ نعم انت مش واضح انه علشان ما تسالش على ابنك مش عارف مصاريف الحاجات دي بتتكلف قد ايه، وهو شايف انه دي وجهه نظر القاضي. وجهه نظر القاضي لان عندي قانون عقيم ادى الحق لانه يبقى الموضوع بتحريات. الحاله دي لو خدت الطفل يومي
الطبيب بقى هيعرف اليومين دول بيصرف بقى. لا 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 لا، ومين قال ان الام مين قال ان الام تقدر تبعد عن حضن رضاعها يومين؟ يا لا جماعه ولا كبير ولا الام اللي شايفه ان بنتها في فتره مراهقه تتنازل عنها يومين تبيتها في حضن مرات اب عندها اولاد او بيت اعمام فيه اولاد. انتوا راعوا مشاعر امهات شايفه مستقبل ابنائها كله بيضيع في موضوع استضافه ولو حتى ليله واحده مش يومين زي ما بيتقال. كمان عندي فكره الامهات اللي داقوا الامرين على ايد الزوج علشان ينفصلوا، حتى موضوع انه الزوجه كانت بنت خالته وما رعاش صله الرحم، ده هيراعي ده في بنت ازاي اصلا؟ تمام. الطفله اللي يعني طب تعالوا نتكلم يا جماعه بما انه القعده كلها ستات دلوقتي، طفله عمرها 11 12 سنه في سن وصولها لعاده النساء او الدوره الشهريه بلوغ. لو او البلوغ اتتها العاده الشهريه لاول مره وهي في بيت الاستضافه، هتروح تقول اللي حصل لها في جسمها ده لمرات الاب مثلا او للاب ولا ايه بالظبط؟ يعني نراعي شويه انه في تفاصيل ما ينفعش تتعامل معاها غير الامهات. الام الحاضنه. طيب اسمع راي محمود من القاهره. محمود الو اتفضل. ازي حضرتك؟ الحمد لله. بصي انا مبسوط بقعدتكم الجميله ديت، تمام. انا دكتور استشاري علاقات اسريه ومشاكل زوجيه. اهلا بيك دكتور محمود اتفضل. تمام. بصي حضرتك، اولا هو كان الدين بتاعنا بيقول اذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه. ايوه تمام. وان لم تفعلوا فاذنوا بحرب من الله ورسوله، فتخطب المراه لجمالها ولحسبها ولنسبها ولدينها واصفر بذات الدين ضربت يديك. اوكي. ماشي. دلوقتي ماشي. اللي حاصل ان هي الماده هي اللي غلبت على كل شيء. بيجي واحد محترم ومتدين بيتقدم ظروفه على قده بيترفض، وبيجي واحد غني جدا بيتقبل. طب انت اخلاقياته تعرفها فين؟ فين؟ هو ربنا واحد اللي بيرزق وهو اللي بيهدي، تمام. فبالتالي ان اولا ادي كده، ثانيا ربنا سبحانه وتعالى قال وجعل بينهم موده ورحمه. انا بنصح اي راجل وست خلي الحلول الطلاق دي مش مطروحه، والمفترض كان زمان الراجل والست بيبقى فيه كينونه وفي احترام وفي يعني بيستحضروا عظمه الله في البيت وسيدنا النبي عليه الصلاه والسلام، تمام. دلوقتي الست سيدنا النبي قال بيكفرنا العشيره، المفترض ان الراجل قوام، تمام، بيقدر بالتالي يقدر يحتوي بيته واولاده. الست دلوقتي لو راحت بيتها بيت اهلها في اي مشكله، اول حاجه بتحصل اقعدي ده احنا هنجيب لك حقك، ده احنا هنبهدلهولك، فبتخش اطراف ثانيه. ماشي. بتبدا زمان لو تفتكر حضرتك ايام جدي وجدك كان لما بتحصل اي مشكله والست بتروح بيت اهلها كان المفترض بيروح تاخد واجبها وتقعد هي واولادها، وبعديها بساعه باباها بيروح موديها البيت. لا اول غضبه بس اول مره. لا 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 ما شرحتش اول مره. اول مره انا بقول ساعه. لا هو انا مش شرقيه من الارياف، فاول غضبه بالاهل بيرجعوا البنت ويحلوا المشكله. تبقى في مشاكل ثانيه حضرتك هي مش بتبقى نفس المشكله. انا كراجل مجوز بنتي اعتبر جوز بنتي ده ابني اخويا الصغير. ايوه تمام. باخده على جنب، لا انت غلطت في كذا، كان المفترض تعمل كذا، لان الارتباط بيبقى ارتباط عائلات، مش انا خدت بنت اهلها ناس وحشين او خدت ولد اهله ناس وحشين، لا ده انا بنتقل نطفه لبنتي وبنتقل نطفه لابني. فالمفترض ان حضرتك المفترض الاساسيات زي ما حضرتك بتيجي تبني عماره بتعملي ايه؟ بترمي اساسات كويسه بحيث ان العماره دي تطلع جميله. افتقاد قيمه الاسره يا دكتور، افتقاد قيمه الاسره. دلوقتي حضرتك المفترض ان ربنا سبحانه وتعالى بيقول بسم الله الرحمن الرحيم وجعل بينهم موده ورحمه، ده المفترض دي الحاله اللي تبقى متواجده في البيت. اي حاجه ثانيه بتبقى حاله شاذه، تمام؟ ثانيا دلوقتي ايه اللي حاصل؟ الراجل بيدور على كلام، بيروح رايح على القهوه، تمام؟ او النت، الست نفس القصه بتقعد تتكلم في التليفون مع صاحبتها، فبالتالي بتاخد مشورات من ناس ثانيه انت مش عارفه التدخلات اللي جايه لك دي صح ولا غلط. في واحدة ممكن تبقى حاسدة عليك عيشتك واهتمام جوزك بيكي، ولو غلط سنة لا اعملي وسوي. طب وليه أنا ما استحضرش زوجات سيدنا النبي في بيتي؟ تمام يا فندم. ليه مثلا ما اجيش مثلا ان انا جوزي مالك متضايق ليه؟ حتى لو هو بيحاول يشرك احاول اشوف اهتماماته ايه، وهو الراجل نفس القصة لازم هو ربان السفينة. فأنا عايز أقول لحضرتك موضوع الطلاق هو اللي بهدل الدنيا، موضوع التدخلات، موضوع العند. الراجل المفترض انا بص هقول لحضرتك على حاجه. طيب. انا اللي خلاني رحت لدراستي ان انا راجل منفصل ودخلت في عند واتجوزت تاني واكتشفت
ان انا عشان اجيب واحده تربي لي ولادي انا واهم وكذاب، لسبب واحد ان محدش هيقدر يربي ولادي غير مامتهم، ولا حد يعرف يربي ولادي غير باباهم، فاحنا بنبتدي. شكرا يا دكتور محمود. سهير من الجيزه. الو صباح الخير. صباح النور، اتفضلي مدام سهير. اولا انا ام الطفل عندها حاليا 9 سنين، عايزه اتكلم عن بعض النقاط. اولها موضوع الجدات والاعمام والعمات اللي هم من طرف الاب، انا عايزه اعرف هم فين. يعني هم دلوقتي انا ممكن يكون طريقي مش مسموح له ان هو يجي يشوف البنت، بما اننا في مجتمع شرقي. ليه الجده ما فكرتش يوم تيجي تزور البنت؟ ليه عمتها ما جاتش؟ ليه عمها ما بيجيش؟ اظن ده ما فيهاش مشاكل ولا اي حاجه. ادي نقطه. النقطه الثانيه الرؤيه اللي بيتكلموا عليها، في الرؤيه بيحصل مهازل، في اب بيروح الرؤيه ماشي بيجيب مع مراته عشان خاطر يفضل قاعد هو ومراته وزالل الام قدامه هي والبنت، يعني حاجه مستفزه طبعا. ده غير احيانا بيحصل شتايم وخناقات، كل الكلام ده بيبقى قدام الاطفال. دي نقطه ثانيه. النقطه الاهم النفقه اللي كل الامهات متهمين بيها ان احنا بنجري ورا الفلوس، واهم حاجه في اولادنا الفلوس. هي الفلوس، الفلوس هي ان انا هاكل بنتي، هعالجها، هقدر اوديها مدرسه، هقدر البسها، يعني حاجه طبيعيه ان كل طفل محتاج الفلوس دي عشان يعيش. اظن دي اهم حاجه في حياتنا. النفقه بقى اللي هي كام؟ انا واحده اتحكمت بنفقه من 5 سنين حوالي 100 جنيه وعملنا استئناف، يعني الحمد لله وصلت ل 300 جنيه. حضرتك قولي لي انا حضرتك الزوج بيشتغل ايه يا فندم او بيقبض كام بعد اذنك؟ الزوج في يعني قانونا صبي كهربائي، ارزقني على باب الله مش لاقي ياكل، لكن هو في عشان كده ما قدرتيش تثبتي دخله كام بالظبط والقاضي قدر يحكم لك بنفقه. الاب دوت مدير في فتاة راكب عربيه مكيفه ما بينزلش الا بدله وكرافته، بس في الاخر يقول لك اثبتي يا مدام. طب انا هعمل ايه؟ الام بقى تضطر تعمل ايه في الحاله دي؟ انا بشتغل 3 شغلانات، الصبح الساعه 4:30 بصحى، 5:30 ببقى في الشارع ببنتي عشان بشتغل مشرفه باص، بشتغل في 2 سوبر ماركت، غير ان انا هنا هو مطلوب مني ان انا اكل واذاكر واربي بنتي. طب في نقطه بعد اذن حضرتك، انا استاذه انا معاكي طبعا ومقدره تضحياتك والقانون ان شاء الله ان شاء الله يبقى معاكي وان شاء الله هنعمل على تفعيله، بس في نقطه صغيره حضرتك بس ذكرتيها وزي ما اذت مشاعرك اذت مشاعرنا. حضرتك لما ذكرتي ان الزوج بيحضر زوجته الثانيه ويقعد قدامي كده، مش في حضرتك اخصائي اجتماعي من الشؤون الاجتماعيه او في اللي هو مندوب الشرطه امين الشرطه اللي معاكي وبيسجل الزياره نفسها وبيسجل ايه اللي حصل في الزياره؟ سهير حضرتك معانا؟ طيب انا ثانيه واحده، انا بقول يا سهير برؤيه محكمه، انا كنت رايحه رؤيه ودي والحاجات دي كانت بتحصل قدام، احنا ما كناش رايحين. لا معلش رؤيه محكمه ودي ازاي يا فندم؟ البنت لغايه دلوقتي كان المكان فين؟ مش يعني انا دلوقتي مش محكمه ودي يعني اي لكن أيوة انا فاصله ما بين حياه البنت ومشاكلي انا وبابا. الاب اي وقت بيطلب يشوف البنت بيشوفها ولغايه الان بيشوفها وقت ما بيطلب، دي حاجه طيب. ودي حاجه، بس انا بتكلم في نقطه لما ينزل لي قانون استضافه دلوقتي يومين في الاسبوع، انا كأم من الصبح لغايه بالليل ما بين شغلي وكده عشان اعوض الظلم اللي انا تعرضت له عشان النفقه 100 جنيه و300 جنيه اللي لغايه دلوقتي احنا بقى لنا 2 سنين ما خدناهاش. تمام؟ انا في الاخر انتوا بتعاقبوني ولا بتكافئوني؟ ده غير ان انا محرم عليا ان انا اتجوز، لان اغلبيه الامهات ما لهاش ام، فانا دلوقتي مطلوب مني ان انا ما اتجوزش، يعني ما فيش راجل يساندني في حياتي ويبقى سندي، وفي نفس الوقت انا افضل طول النهار بشتغل وفي الاخر ما اخدش الا المكافاه دي اللي انت تقولوا لي احنا هناخد استضافه وهنيجي ناخد شهر للطرف الثاني. اذا انا حقي فين وحقي بنتي فين؟ ضد الاستضافه. شكرا ليكي. معانا على الهاتف النائبه سهير الحادي عضو مجلس النواب. سياده النائبه صباح الخير. صباح النور وصباح الخير سياده النائبه سحر واستاذ جنات، طبعا على مصر كلها. استاذه سهير، سياده النائبه، في اتهام كده موجه من الاستاذه جانيت عبد العليم من لحضرتك انك بتعملي الحوار المجتمعي، بتصنيفي الحوار المجتمعي رجال فقط، انت بتستمعي للرجال فقط. يا ريت حضرتك تردي على الاستاذه جانيت لو سمحتي. اولا ما تمش حوار مجتمعي عشان يكون للرجال او للنساء. ثانيا انا لا ضد مراه ولا ضد رجل، احنا مع اعلاء المصلحه الفضلى للاطفال. واستاذه سحر عند حضرتك سياده النائبه وتعلم جيدا ان عند نزول القانون مشروع القانون على جدول اعمال اللجنه سيتم مناقشته داخل اللجنه وارسال المشوره بحكم الدستور للمجلس القومي للمراه والمجلس القومي للطفوله والامومه
وتبدأ جلسات الاستماع. يعني إلى الآن لم يتم طرح المجتمع المدني على جدول الأعمال، لكن مفيش أي حوار مجتمعي. لم يتم نقاش. طيب لا طب أمال مجموعة تمرد ضد قانون الأسرة كانوا بيعملوا إيه عند سيادتك في المجلس يا ست نايبة؟ ومش عندي. مرة لا أكتر من مرة. لا يا فندم محدش جه عندي في المجلس. لا يا فندم ده صور مغرقة الدنيا، ويعني الإعداد يدخلوا على صفحتهم يجيبوا صورهم مع حضرتك. والله بص حضرتك، لو انت قابلتيني قدام المجلس او قابلتيني في اي مكان وطلبت جوه اروقه المجلس يا سياده النايبه الصور واضحه يعني جدا. يعني هو المقصود انه ممكن في اي مكان، لا بس مش في المجموعه المتبنيه. انا ما بقولتش جلسات، انا قلت لحضرتك متبنيه ارائهم وما سمعتيش غير من طرف واحد، ده اللي انا قلته نصا. لا 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 انا قدمت المشروع القانون انا قبل ما اعرفهم نهائيا، وهم بدأوا التواصل، مش انا معرفهمش عامه كلهم، هو شخص واحد اللي بدأ التواصل معايا بيشكرني ان انا بادرت بحاجه اسمها استضافه لاعلاء المصلحه الفضلى للاطفال. لكن حد يتصور معايا، احنا نائب للشعب ده شخصيه عامه، واي حد ممكن يتصور معاه. لا لو سمحتوا الاعداد يجيبوا لنا صور المجموعه بتوع تمرد ضد قانون الاسره جوه اروقه المجلس ومع سياده النائبه جوه اروقه المجلس مش بره كشخصيه عامه. تكلميني انا اللي اتصورت مش انت، انا تكلميني انا. وانا حضرتك انا عندي عين بشوف بيها. انهي اروقه؟ انهي اروقه؟ انهي اروقه يا سيدتي؟ طب لو سمحتوا الاعداد ينزلوا لنا الصور دي. موجوده الاستاذة سحر عندك وتشوف اذا كانت موجودة في الاروقة. لا هي مش جريمة، هي قرينة ان سيادة النايبة، هي مش جريمة يا جماعة، هي قرينة ان سيادة النايبة بتسمع طرف واحد مش الطرفين، وخصوصا الطرف اللي هيتصب عليه مشكلة الحكم. انا شغالة في المجتمع المدني، واللي دفعني لهذا القانون هي معاناة المرأة اكثر من الرجل. استاذة جنات طب خليكي معاكي استاذة جنات، حضرتك يعني واخده موقف من النائبة سهير الحادي، احنا مع مصلحة الطفل. وعلى فكرة انا مع، يعني لو قدمنا قانون مع مصلحة الطفل انا معاه جدا يا جماعة. طب استاذة النائبة لو سمحت تبقى ممكن توضحي لي المادة تاني لو سمحتي على الهوا. تعديل المادة 20 من قانون الرؤية لتصبح استضافة. ليه عيوب الرؤية ايه وميزات الاستضافه ايه يا سيدتي؟ اولا الاستاذه جنات اذا كان هي يعني مريحه نفسيا ان الطفل يلتقي بالطرف الغير حاضر، وممكن الطرف الغير حاضر ممكن يكون سيده، ممكن تكون امراه الطرف الغير حاضر ايضا، ويلتقوا في نادي اجتماعي او في مركز شباب 3 ساعات من كل اسبوع من الساعه 9 صباحا الى 7 مساء، وتتواجد الحاضنه مع طفلها ولازم تمضي في سجل الحضور باثبات ان هي جت للرؤيه، هل ده في كرامه للحاضنه وطفلها؟ هل ده في تربيه للاب يستطيع ان يغرس تربيه لابنائه في 3 ساعات؟ يستطيع الطفل ان يتعرف على والديه في 3 ساعات؟ وبعدين الرؤيه قاصره على الابوين، يعني مش من حق الجد ولا الجده ولا العمات. لا حقهم، لهم حق في الرؤيه يا فندم. لا ما لهمش حق في الرؤيه. لا لهم حق في الرؤيه يا فندم. الابوين ارجعي للقانون يا فندم، الجد والجده معايا. الاعداد بيبلغوني هم دوروا دلوقتي مش لاقيين الصور اللي حضرتك موجوده على صفحه تمرد ضد قانون الاسره يا فندم. مفيش. استاذ احمد عز مع سياده النايبه يا استاذه جنى، اقوم ادور لهم على الزر. مين زعلك في ايه؟ انا اتصور مع اي حد في الصور. في صور ولا مفيش ولا مشكلتي؟ ما على مشكلتي دلوقتي في صور ولا لصالح الطفل. انا برضو مش مشكلتي، انا بقول لكم يا جماعه ان سياده النايبه بتقول كلام مش حقيقي، هي بتستضيف اعضاء تمرد طول الوقت عندها في المجلس. دوروا ما لقوش لو سمحتي. لا خلاص انا ما بتخانقش دلوقتي. طب ولا انا كمان بتخانق يا جماعه. الموضوع يا استاذه سياده النايبه بعد اذن حضرتك، ليه حضرتك ما قررتيش تقدمي قانون بالنفقه؟ ليه ما حضرتك ما قررتيش تقدمي قانون، مشروع قانون بتعديل عدد ساعات الرؤيه، تحسين اماكن الرؤيه؟ ليه القانون منصب على نزع الطفل من حضن امه لليله او اكتر او شهر؟ اتفضلي يا استاذه سهير نسمع بعض يا جماعه. نعم. ليه واخداها ليه نزع طفل؟ ليه حضرتك انت ليه ما نتبادل الادوار؟ حطي حضرتك مكانك انك انت طرف غير حاضن. ايه اللي تتطلبيه لو انت طرف غير حاضن؟ تخيلي نفسك انت الطرف الغير حاضن لمده 10 دقائق. ايه اللي انت محتاجاه؟ انت عايزه ايه لو ابنك هو اللي مش معاكي؟ انا بتكلم على غالبيه الامهات يا فندم. حضرتك راجعي نسب القضايا الموجوده في بتكلم عن الاستضافه يا سيدتي. الاستضافه فيها صله للارحام، وفيها تراضي نفسي، وفيها هدوء نفسي، وفيها تربيه سويه للاطفال. اجماع اراء الفقهاء يا فندم والائمه الاربعه قالوا ان المبيت يكون في بيت الحاضن، سواء بقى كان الذكر او الانثى، الرجل او المراه، المبيت والله سيتم استدعاء الازهر. سيتم استدعاء الازهر تجاهها طبعا، لا
لا مستحيل اغفالها، وسيتم حضور الازهر وحضور المحكمه الدستوريه العليا وحضور مستشارين واخصائيين نفسيين. طب انا عندي سؤال سياده النائبه، انا عندي سؤال يا فندم يدلو بدلوه. طب انا عندي سؤال سياده النائبه، لازم نوصل الحوار علشان نوصل لحاجه. انا عندي سؤال لسيادتك حضرتك، معلوماتي بتقول ان حضرتك خريجه تجاره اداره اعمال، يعني مش متخصصه في تشريع القوانين، خدتي راي مين في صياغه المواد اللي حضرتك قدمتيها دي؟ اولا ليس كل اعضاء مجلس النواب متخصصين. انا عارفه يا فندم، عشان كده بس احنا في مجلس النواب تشريع ورقابه، ان انا احط رؤيتي، انا بلامس في المجتمع مشكله معينه وارى في تشريع معين يحتاج الى بعض التعديلات او ماده ما تحتاج الى تعديل، فده حق دستوري ليا كعضو مجلس النواب. ايه يا فندم، انا عشان كده والرقابه من يصيغ لي القانون او لا يصيغه، دي مش مشكله حضرتك ولا مشكله اي مواطن. لا، ما هو السؤال هنا جاي وراه سؤال تاني يا فندم، هل حضرتك شايفه انه من قبيل الصدفه البحثه انه القانون اللي حضرتك قدمتيه يتوافق بالنص مع اللي مقدمينه وطرحينه على صفحتهم مجموعه تمرد قانون الاسره؟ القانون مختلف تماما، انا ما شفتش القانون المطروح على فكره من تمرد نهائي ولا اعرفوش. انا المال القانون بتاعي هو تعديل الماده 20، هاتي حضرتك تعديل الماده 20 من قانون الرؤيه. لا ده حضرتك الماده 20 ده بعد ما سمعتي جزء التعليقات، انا مش عارفه اسمع النهائي. اسمعي يا سيدتي، انت حضرتك داخله معايا كده، داخله كانت بتتخانق معايا ليه؟ لا مش بتتخانق، احنا بس احنا بنتناقش يا فندم، معاذ الله نتخانق مع سيادتك، احنا بنتناقش. نطرح يا سيدتي مشكله اجتماعيه، فاحنا كل الحلول تحترم وكل الاراء تحترم، وبنتناقش للمصلحه الفضلى للاسره. اكيد يا فندم، مش ضد بعض، احنا مش ضد بعض، احنا مع بعض لمصلحه الطفل. انا لو في خطا ما، لو في تعديل ما، لو في اضافه ما تصب في مصلحه الطفل وبالتالي في مصلحه الاسره، مرحبا بها. احنا مش بكره خلاص صدر قانون، احنا بنقول في حوار مجتمع وفي جلسات استماع، واحنا مش ضد حد، لا ضد ام ولا ضد اب، احنا عايزين مصلحه الاطفال. الصوره دي جوه روكة المجلس ولا لا يا فندم؟ طيب نائبه سهير الحادي، شكرا، بشكرك شكرا جزيلا، وهننتظر حضرتك مره ثانيه. انا ما شفتش المجلس من جوه استاذه، اتفضلي. نائبه سهير الحادي عضو مجلس النواب، بشكرك شكرا جزيلا. لازم ننتظر حضرتك تيجي تتناقشي معانا. طيب يعني طب يعني بس هرد على الاستاذه، طب على صلاه الأستاذة. الجمعه طيب قربت صلاه الجمعه قربت، عايزين نسمع بس اراء. انا يعني سمعت كل الاراء النهارده من كل الناس، وكل الناس اللي اتكلمت، عند الناس كتير مع وناس ضد، زي ما قلنا ما قطعناش على حد، وسمعنا كل الناس تمام، اللي مع واللي ضد واللي عاجبه واللي مش عاجبه، واللي عايز يعدل تعديل صغير واللي عايز يشيل خالص، كل ده سمعناه. مفيش احنا برضو تاني هنقول احنا مش واخدين لا جانب الراجل ولا جانب الست، احنا واخدين بصراحه جانب الطفل، علشان طالما انتوا قررتوا، بصوا بقى يعني من جانب المجتمع، انا لا بتاعت قانون ولا بتاعت اي حاجه، طالما من جانب مجتمعي هنتكلم في نقطه مهمه جدا. طب الاعداد عندك قالوا انه ما بيطلعوش الصوره، يا استاذه طيب اكمل كلامي. طيب لا لا الهدف اسمى، اكمل كلامي طيب، علشان يا جماعه طالما قررنا ان احنا نتكلم في الموضوع من وجهه نظر مجتمعيه، من الاول من الاول من الاول يا سياده النائبه لو سمحتي، انا اللي عايزاه بس ما تسمعش. الصوره فين يا احمد؟ الصوره فين لو سمحتي؟ احنا قاعدين هنا أحمد. من اجل الطفل المصري. الصوره اهي، الصوره اهي اللي حضرتك جبتيها، مش كده؟ مش هي دي الصوره؟ مش هي دي الصفحه؟ ايوه يا فندم الصوره اهي. حضرتك ورينا الصوره يا جماعه اللي على الصفحه، مع اي نائب انت عايزاه، لا يمكن نائب هيقول لحد لا ما تصورش يا فندم. ما هو انا بقول انه هي ما سمعتش. ورينا لو سمحتي ننهي الحلقه بحلول، يعني انا عندي حلول وعايزين ننهي الجدل ده كله بحلول. يدخل على الصفحه قدام، يدخل على الصور. طب اتفضلي يا اسامه، مش موضوعنا الصور، وريني اخر بوست يا احمد. لا هو جايب اخر بوست، انا بقول لك يدخل على الصور. احنا وادي الصوره اهي. طيب انا جايبها لك. طيب يا عشان بس هي انا مش بكذب حضرتك، والاعداد كدبني وقالوا ان الصوره مش كدبك على فكره. لا انت قلتي ده وال... هم بيقولوا لي ما لقوهاش، انا ما قلتش ان حضرتك كدابه، انا بقول لحضرتك احنا عايزين بس ما قلتش ايه اللي هيستفيد منه المستمع. لازم بس انا مش موضوعي بقى الصوره دلوقتي، انا موضوعي انا موضوعي ان سياده النائبه سهير الحادي قررت. دوروا على الصور يا جماعه، لو سمحتوا اتكلم اكمل جملتي لو سمحتوا. ان موضوعي انه سياده النائبه قررت تاخد اتجاه احادي التفكير، واتجاه احادي في انها تسمع طرف واحد وهو الطرف
اللي في ايده كل لوي دراع الام تغاضى مش هندفع نفقه مش هنعمل ندفع مصاريف تعليم مش مفيش حد في كلامنا كله مفيش فيه حاجه زي كده. احنا دلوقتي حالا يا استاذه لو سمحتي احنا لو احنا قاعدين النهارده عشان هدفنا الطفل المصري وهدفنا طب انا ما بقطعش حد من اول الحلقه ومش عارفه اكمل جمله معلش اصل لا 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 لو سمحتوا يا جماعه انا من اول الحلقه ما قطعتش لا مداخله ما غلطتش في اي نائبه انا ما غلطتش حد يقول حد يجيب لي ما جابتش سيره النفقه ولا جابت سيره حاجه في القانون بتاعها لا هي ماده واحده انا بتناقش معاها هي نفسها هي بتناقش ماده من حقها تطرحها ومن حقها تسحبها لا هو شرعيه للنائبه يا فندم انا لا غلطت فيها ولا حضرتك ما تقولينيش كلام انا ما قلتوش انا مش بقولك حاجه انا ما غلطتش فيها وما قطعتش كملي كلامك من اول جنات لو سمحتي اتفضلي يا سياده النايبه خدتي قاعدين هنا عشان المجتمع وعشان طيب. الطفل طيب نسمع بس بعض عشان هو لو كان المفروض ان حد واحد اللي هيتكلم كنت استضيفه شخص واحد انا مش عارفه اتكلم غير على بعضها من اول غير انفعال من غير انفعال يا جماعه من غير انفعال اتفضلي يا استاذه لو سمحتي يا جماعة بدون انفعال وعشان نوصل لاتجاه واحد علشان نبقى نفهم دوافع القانون ايه الاول اما يبقى عندي نائبة تبنت وجهة نظر قانون طرحينه مجموعة مطلقين على صفحاتهم كلهم ممتنعين عن اداء نفقاتهم كلهم ممتنعين عن اداء دورهم الابوي انهم يشوفوا ابنائهم ويرعوهم ومتمسكين بفكرة لو يدراع الام لما النائبة تقرر تقدم قانون تقول فيه والحقيقه يعني طول الوقت ليه بنداري ونقول ان هي بتقول الماده 20 وجزء من الماده 20 لا هي قدمت القانون بدايته وقبل ما تسحب المذكره وتقول انه حصل غلطه فيها كانت بتطالب بنزع الحضانه عن الام وفي حال زواجها وتوجيهها للاب مباشره دون مرورها بام الام وام الاب فخلينا ندور الاول القانون بيتصاغ بالشكل ده ليه متاخد وجهه نظر مين يعني ايه نائبه تاخد تسمع عن طرف واحد دون بقيه الاطراف الام اللي هيقع عليها الضرر الاول من نزع ابنها من حضانتها لازم نسمعها مجلس الشعب لازم يقرر يسمع الامهات دي في عندي ناس متخصصه فرق ما بين مقترح لو سمحتي فرقي ما بين مقترح لعضو مجلس نواب ده مقترح لم يدخل اللجنه ويتم دراسته الى الان ما بين ان حضرتك تقولي مجلس النواب طيب. مجلس النواب 600 نائب جاء بانتخابات حره نزيهه واول مره في تاريخ جمهوريه مصر العربيه طيب قبل ما نختم لو سمحت واسمع راي الاستاذه الدكتوره سحر الصوره يا جماعه فين الصوره اهي حضرتك قصدك على الصوره دي ده منسق حمله التمرد وفي صوره ثانيه لباقي المجموعه طب مكتوب ايه من داخل مجلس الشعب اليوم مليها عشان مش شايفه يعني مع النائبه المحترمه سهير الحادي ده منسق الحمله اللي كاتب المشروع وابشروا خيرا فيها ان شاء الله هو ده اللي مكتوب دي الصوره الوحيده لا وفي صوره تانية ليهم برضو ده منسق الحمله اللي كاتب المشروع اللي قدمته سياده النايبه يا جماعه في صوره تانية يا جماعه للمجموعه كامله هي دي الصوره اللي قدامنا الوحيده طب اسمع شكرا ليكي اتفضلي يا دكتوره سحر عشان بس وقتنا طبعا دلوقتي النهارده احنا بنتكلم على الطفل المصري وده هدفنا هدف اللقاء كله فاحنا بنتكلم على قانون الاحوال الشخصيه الذي يجب ان يعدل على حسب الزمن الذي نعيش فيه الان على حسب 2017 ما بها من ثقافات ومن عادات ومن تقاليد ومن مشاكل انا عندي او يعني انا يمكن لرابع مره بقول انا عندي 87% قضايا نفقه معلقه بينتقم الزوج والزوجه من بعضهم البعض والسلاح هو الطفل النهارده علشان نوضع قانون او نعدل في القانون فيجب ان ننظر الى القانون بكامل المواد بكامل المواد وده طلب انا ان شاء الله مقدماه يوم الاحد القادم لمجلس النواب ان احنا ننظر في جميع مواد قانون الاحوال الشخصيه بما يتناسب مع المشكلات الطارئه عليه وده بناء على بحث علمي انا عاملاه اللي هو العنف ضد المرأة وده كان سببه الطلاق سببه الأسباب أسباب اقتصادية وأسباب اجتماعية وأسباب ثقافية فمتعدد طيب. الأسباب طيب. والبحث طلع نتيجتين حضرتك لازم ناخد معلومة نديها للمواطن احنا مش جايين النهارده عشان نقول احنا متخانق عشان المراه ولا متخانق عشان الرجل احنا بالنهارده بنتناقش نقاش ايجابي وفي مجمله وفي مضمونه لصالح الطفل المصري الطلاق يا فندم كان بيحصل من اول سنه جواز وده بسبب تدني الثقافه المجتمعيه وعدم اهميه الاسره طيب واحنا هدفنا اكيد ان احنا زي ما حضرتك بتقولي انا بس اسفه لان وقتنا اتفضل. انتهى للاسف خلاص صلاه الجمعه قربت انا بشكركم كلكم وبشكر طبعا ضيوفي الاعزاء
واي يعني استفسار او اي حاجه، احنا الموضوع لم يغلق بعد، واكيد هنفتح الموضوع في اسابيع مقبله. خدمه وصل صوتك، يا ريت هتكلمونا على ارقام تليفوناتنا، تدوس رقم واحد وتقولوا لنا المشاكل. الناس اللي زعلانه مني علشان ما قريتش اللي على الفيسبوك، انا اسفه جدا وهرد على حضراتكم، معلش بس عشان خاطر الوقت. دكتوره سحر عثمان عضو مجلس النواب، شكرا جزيلا. ايضا استاذه جنات عبد العليم الباحثه ومدير مركز مساواه للتدريب والاستشارات، شكرا جزيلا يا فندم. ولنا لقاءات اخرى اكيد طبعا في حلقات مقبله. خلونا نختم بما قالته الاستاذه دكتوره امنه نصير عضو مجلس النواب طبعا، وهي خبيره في هذا الشان. والله لو جابوا لنا قوانين ايه مش هينفع غير لما الموضوع يكون نابع من جوانا ونشيل من جوانا موضوع الانتقام. طالما دخلنا في قصه مجتمعيه او قضيه انسانيه نشيل من جوانا اي مشكله. يعني لو سمحتوا ارجوكوا ما تنسوش ان دي كان في عشره، حتى لو كانت العشره دي مش قد كده، كل اسبوع بنقول الكلام ده. بشكركم شكرا جزيلا وشكرا لحسن المتابعه. اسيبكم بقى عشان صلاه الجمعه، بكره هتكون معاكم زميلتي منى فاروق. هشوفكم باذن الله الاربعاء القادم 9 صباحا بتوقيت القاهره، فكونوا على موعد. سلام.